بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله يا بنات هناخد جزئية الديمو، جزئية بسيطة جدا جدا عن الميكروبيولوجي. كتير قال لي يا ريت يكون التجريبي أكتر من 10 سلايدز. أنا أصلا يعني بشرح ده غالبا دايما أول ريكورد من الدكتور، الدكاترة عموما يعني، سواء كان عموما، بس هنا في المايكرو أن الدكتور شرح كتير. أنا وصلت تقريبا لي اللي هو 34 بالضبط، عند 34 دقيقة. وده طبعا لأن أنا ورايا حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وده تقريبا هي ديت المادة الأخيرة اللي هعمل فيها ديمو. بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمستوى تاني، جامعة ايه؟ القصيم. تمام. هو بس عشان اكون واضحة في الصورة، لما كلمني بنات كتير في الاول في الاورجانيك والانورجانيك اللي هو اناتكال كيمستري، قلت اوكي، يعني لقيت بنات كلموني كتير تاني في المايكرو، وفي بنات كلمتني في الفسيولوجي بصراحة برضو، بس اللي كلموني في الفسيولوجي قليل. اوكي. انا عايزة بس اقول كلمة، يعني انا والله مش مستفيده منها حاجه، بس بقول لكم يعني دي نصيحه، يعني مش لازم تاخدي كل ماده زميلتك بتاخدها. تمام. انت والله ممكن تكوني شاطره فيها ومش محتاجه حد يساعدك فيها. انا بكلمك الكلام ده ليكي انت، يعني انك انت هتسمعيني يعني. فبقول لك لو انت مش محتاجه الماده دي، لا والله انا فاهمه على الدكتوره وهي بتشرح او الدكتور وهو بيشرح، ما فيش اي مشكله معاها، خلاص تمام. لكن لو والله لا انا عايزه حد يساعدني فيها لان انا مش فاهماها، عايزه لا طول الترم اكون بسأل حد يقدر يجاوبني لو في اي استفسار، يعني بتختلف من واحده للتانيه. تمام. دي اول بوينت عايزه اتكلم فيها. طب دايما كده جزئيه الديمو بقعد اتكلم معاكم كتير لو تلاحظوا، غير بعد كده في لما ندخل في الدراسه وكده، يعني مش بتكلم الا على بوينت واحده انتوا عارفينها اللي هي طبعا سرقه الريكوردات. يعني انا والله بجد بستغرب ازاي يعني بنات بتسمع كده وبيسرقوا ريكوردات يعني في كل المواد. بجد والله انا مش مسامحاهم، يعني الواحد طول النهار قاعد على اللابتوب وعينه على اللابتوب او على الموبايل، ما بيشوفش حياته، وبعد كده الاقي حد يحلل حاجة زي كده يعني. فالله المستعان. دي اول نقطة. تاني نقطة بالنسبة يا بنات، لان في بنات كلمتني في الموضوعات اللي هي المادية وكده، طبعا عارفة ان في بنات جزء كبير بيتكسفوا من اهاليهم. تمام. بس انا كلمت بنات في الليفل بتاعكم، مش هماش اكبر منكم ولا اصغر منكم، في الليفل بتاعكم قالوا له مناسب لينا يا دكتورة. تمام. مش واحدة، لا اتنين تلاتة. فاللي اقصده ان الحمد لله طالما كده الموضوع سهل يبقى مفيش مشكلة، يعني انا بقبل التقسيط، مفيش اي برضو مشكلة عندي. اهم حاجة عندي بالنسبة لي انك انت تستفادي. لو في حاجة انت مش فاهمها تسأليني اي وقت. انا عمري ما حركت بنت ولا قلت لها ايه السؤال اللي بتسأله لي دوت ولا اي حاجة، لان عندي عادي متوقعة اي حد اي اتسأل في اي حاجة يعني. وطبعا ميرسي الكلام الحلو اللي انا سمعته من البنات الجدد يعني وكده، واللي معايا في الاورجانيك والاناليتيكال كيمستري. ميرسي ليهم كتير. يا الله، ميرسي ليهم كتير. و معلش بس يا بنات، ميرسي ليهم كتير على الكلام الحلو اللي قايلهولي وكده. والبنات اللي معايا طبعا اللي لاحظته ان كتير بنات اول مره اتعرف عليهم الترم ده، ويا رب ان شاء الله تكون معرفه خير، ويا رب ان شاء الله يعني تكونوا متفوقين وتفرحوا اهليكم. انا اهم حاجه عندي ديت يعني. واعذروني صح عشان التاخير والله في الريكورد، والله يعني اكيد انا مش بارادتي، يعني انا لو اقول لكم يعني لو حد بس منكم يقعد معايا كده هي هيشوف حياتي هيلاقيها يعني صعبه جدا اي حد يعيشها فعلا يعني. وعلى فكره كله والله العظيم غصب عني، يعني انا كنت في الاول حابه الموضوع ان انا اساعد غيري وان انا يعني ايه يعني افرح بالكلام الحلو وكده، بس لقيت ان الموضوع بعد كده بقى هيد جامد وبياخد من صحتي جدا ووقتي كتير جدا جدا جدا.
سواء في البرزنتيشن، جراديويشن برودكت، المواد اللي اتشرحت قبل كده، حتى كمان بقعد اسمع ريكورداتها تاني، تمام، وبقول لهم الملاحظات سواء بقى في الكيمو ثيرابي. يعني مثلا ان شاء الله لما تاخدوا المايكرو ده تكملة للكيمو ثيرابي، يعني محدش يقول لي لا المايكرو ايه دوت مادة صعبة وبكرهها ومش عارفة ايه، لا دي امتداد للكيمو ثيرابي، يعني مش هتهربي منها، لا مفر لا مفر من اللي هو الكيمو ثيرابي. يعني ان شاء الله هيكونوا معاكوا ايه اللي هي المادة ديت ممتدة. يعني اتمنى البنات اللي كانوا معايا الترم اللي فات لو كان في اي تقصير مني سامحوني، تمام، وتسامحوني في لو في تقصير الترم ده، لان اكيد 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 هيحصل تقصير الترم ده، يعني بالواضح كده الفيدباك كده اللذيذ كده ان الوضع هيبقى مؤزم جدا جدا معايا يعني. بس ربنا يديني القوة والصحة وإن شاء الله ما أقصرش مع حد. يعني الجزئية بتاعة الميكروبيولوجي الدكتور أول ما اتكلم فيها اتكلم على جزئية اللي هي الانترودكشن قبل ما ندخل في اللي هو المواضيع اللي هي التانية، يعني اللي هي الخاصة بالمايكروبيولوجي اللي هو مثلا البكتيريا، الفانجاي، الفيروس، البارازايت، على كلام الدكتور اللي أنا سمعته. زي ما قلت لكم ما سمعتش كل الريكورد، سمعت 34 دقيقة. على كلامه ان هو كل ده هتدرسوه. انا طبعا ما اعرفش المنهج، زي ما قلت لكم المناهج بتتغير، انا اخدت مستوى تاني، هقول نفس الكلام، اخدت مستوى اول وتاني فترة، وبعد كده قعدت فترة كبيرة جدا جدا، الكلام ده من سنة 2011 12 13، وسبتهم فترة كبيرة جدا جدا، وبعد كده رجعت تاني. رجعت تاني ليه؟ علشان لقيت جروبز بقى اتكونت، تمام. كان قبل كده كانوا بيجولوا بنات قليلين وعددهم قليل في وسط مجاميع تانية، طبعا كنت صعب اضحي بالمجاميع قصاد البنات القليل، مش عشان والله الموضوع في دماغكم، علشان انا صحتي ما اقدرش اخد عدد كبير. وهتلاقيني بعد كده على الستيتس اي بنات بتجيلي بعد كده بروح كاتبه رقمها علشان اي حد يقدر يساعدها، باي حد من زمايلها او اي دكاتره، وحتى بحط على الانستجرام وتويتر لان انا مش بقدر بعد كده، تمام. فيعني ما تاخدوهاش موضوع تاني، انا فعلا مش بقدر، يعني بتعب جامد يعني. فده ان شاء الله باذن الله، يعني عشان ايه؟ بس انا بعرفكم على الحاله اللي هتكونوا فيها معايا. انا بكون تحت تنشن جامد جدا وتوتر جامد جدا جدا، بحاول اخلص لكم الاجزاء اول باول. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي احنا دكتوره امتى الاورجانيك والاناليتيكال، لسه انتم مكونين جروبز دلوقتي، يعني لسه جروبز لسه متكونه دلوقتي، طبيعي ان انا مش هشرح غير لما يكون في جروبز، اوكي. نفس الكلام للمايكرو، لو في جروب اوكي كلموني عشان ما تتاخروش في الشرح. يعني انا باخد تقريبا من 4 ل5 ايام تحضير، لان بحضر جزئيه وبعد كده مثلا اشوف جزئيه تاني، بحاول امشي بالمواد كلها عشان ما اتاخرش فيهم، يعني لان بيكون تقريبا معايا ما شاء الله اكتر من 10 12 ماده، غير البرزنتيشن غير الجرادويشن برودكت، فبحاول ان انا امشي معاهم كلهم ذا سيم، يعني ما اجيش حد على حد. وبس طبعا اللي بيجيب لي البرزنتيشن بتاعه الاول، بصراحه يعني زميلتكم كانت الترم اللي معايا اللي فات، هي وزمايلكم الله يجزاهم خير، الصوت كان واضح جدا وكنت بستفيد جدا جدا، كاني قاعده معاكم في كلاس، حتى كمان في المايكرو في الاناليتيكال في الاورجانيك كاني قاعده معاكم في كلاس بالظبط، حتى مش بحط الهاند فري ولا بسمع من اي حاجه، بسمع من اللابتوب عادي. فيعني ده حاجة كويسة، يعني أحسن من الأترام اللي قبلكم كنت بعاني من الموضوع دوت، يعني بالذات مع الدكتور رياض لأن كان بيفرق معايا، ودلوقتي ما عادش حد بيسجل معرفش ليه، لا الراديو ولا بالنسبة للدكتور رياض ولا الراديو ولا، لأن الدكتور رياض معايا من زمان هو والدكتور خلدون، يعني بس الدكتور خلدون اتغير ومشى، وبرضه في دكاترة كتير مصريين مشوا، ويعني جنسيات مختلفة أنا كنت أعرفهم. يعني الدكتور أعتقد الميكروبيولوجي هو اللي بيشرح الجينوميك، والله أعلم مش عارفة يعني بصراحة هو أو لأ، اللي هي مادة الجينوميك، لأن أنا شرحتها قبل كده بس مش عارفة بصراحة أسامي الدكاترة إيه، يعني بعض الدكاترة مش بعرف أساميهم يعني، فمش عارفة هو أو لأ بصراحة يعني. اما عايزه اقول لكم بس ان ماده المايكرو مش هتهربي منها، مش هتهربي منها، مش هتهربي منها،
ديت معاكي للكيمو ثيرابي، تمام؟ فافهميها واحفظيها مع بعض. مش هقولك طبعا ان هي مش محتاجة حفظ، يبقى انا كده بكدب عليكي. لا، هي محتاجة حفظ. الحفظ زي ما قلنا بتعملي ايه؟ اه والله، بتفهمي المعلومات، بترتبيها على هيئة بوينتات، ممكن تعملي لها مايند ماب. انا بعمل لكم المايند ماب زي ده عشان اسهلها عليكم الحفظ شوية، تمام؟ بعد ما تخلصي، اه والله ايه الحاجات المهمة اللي لازم اكون عارفاها، اه اوكي عرفتها خلاص، يبقى انا كده تمام، آه طلعت بالمعلومات ديت، ماشي. ده كويس جدا في اول ريدنج يعني. أه بحاول اقعد اعيد وازيد في المعلومات لو تلاحظوا، علشان ايه؟ تثبت لك المعلومات. أه عموما، أه انا اتشرفت بكل البنات اللي كلموني من اليومين اللي فاتوا دول، ويا رب ان شاء الله كده تكون فعلا نتايجكم كويسة. طبعا ده بفضل ان كنتوا هتذاكروا، انا ما جاست الا كي بساعدك فقط لا غير، الباقي كله عليكي انت. يعني في بنات تقول لي ان شاء الله يا رب دكتورة نجيب معاكي تقدير كويس، لا هو انا مش بعمل غير انا بساعدك. في بنات ما شاء الله بمجهودها هي بتجيب A بلس، وفي بنات بتجيب D، فدي حاجة يعني هي بتفرق من المجهود بقى، يعني مجهود بنت بنوتة عن بنوتة، تمام؟ آه، فانتي حاولي انك انت تفهمي كل حاجة، مش عشان والله الاي ولا البي، عشانك انت، يعني انت دكتورة وهتتخرجي وبإذن الله هتاخدي منصب او هتاخدي جزء من الشغل تكوني قده. انا حاطه لكم في الرساله اللي ببعتها، اللي هي في بعض البنات زهقت منها، الرساله دي بتحتوي، هتلاقوها لو انت شفتيها، على ريكوردات بتحفز على المذاكره، تمام؟ بتحديكي بوزيتيف انرجي، بتزود اللي هو الموتيفيشن بتاعك، او انك انت تقعدي قدام المذاكره ومنتيش زهقانه، انك انت حاطه تارجت في دماغك انك انت ناويه تكوني حاجه في المستقبل. يعني ان شاء الله ان شاء الله اتمنى انك تسمعوهم قبل ما تذاكروا، عشان ايه؟ تديكي بوزيتيف انرجي. حاولي انك انت زي ما قلت قبل كل ريكورد تكوني ريلاكسيشن هاديه، تاخدي الشوب مثلا بتاعك، النسكافيه، القهوه اللي انت بتحبيها، وتحاولي تركزي معايا الساعه او الساعه ونص ديت. الكلام اللي انا بقوله في المقدمه فوق اي ماده انا بشرحها في الاول ما عدتش هقوله تاني، فاتمنى انك تاخدي بالنصايح ديت. يعني هي مش هقولها دايما غير كلمه واحده بعد كده، يا ريت الريكوردات بتاعتي ما تتاخدش بعد التجريبي. انا فعلا مش هسامح اي حد هياخد اي جزئيه غير التجريبي فقط لا غير، خارج المجموعه اللي معايا. فيا ريت تكون التعامل ما بيننا زي ما قلت على الاحترام، على الثقة. لو في واحدة شايفة نفسها ان هي مش، بتكلم بمنتهى الأمانة، يعني ان هي مثلا شايفة نفسها للأسف اسلوبها سيء او تعاملها، او يعني مش هيكون في كوميونيكيشن بينا كويس، بلاش. يعني انا اغلب البنات اللي اتعرفت عليهم بنسبة 99.9 كويسين بصراحة، ما اكدبش عليكم. يعني زي ما قلت لكم انا عشت فترة اكبر في القصيم، يعني انا اصلا يعني اعتبر عشت في السعودية اكتر من مصر، يعني طول حياتي عايشة في السعودية يعني. فما استغربوش ان اللهجة ما اتغيرتش يعني، بس لا، في كلمات كتير اتغيرت، وفي ريكورد بتكلم فيه عن نفسي برضو، لو ان شاء الله يعني كده بعد سنين كده مع بعض هبعته لكم بإذن الله، وتعرفوا عني اكتر. يعني ما انا بحب اكون قريبة للبنات، ما فيش مشكلة خالص، احنا اخوات. يعني لو انت محتاجة اي حاجة ما فيش اي مشكلة، اسأليني في اي بريسكريبشن، اسأليني في اي حالة. في بنات كتير تسألني في بريسكريبشن وحالات عندهم بيحتاجوا مني مساعدات، افهمهم حاجات، فما عنديش اي مشكلة تسأليني في اي وقت. الله يوفقكم يا رب، وان شاء الله يكون ترم سهل وبسيط. نبتدي بقى جزئية المايكرو. قبل ما نبتدي يا بنات، ده جزئية القرآن. زي ما قلت، اتمنى انك انت تقريها، ان شاء الله هتخليكي ريلاكسد، وزي ما قلت هتخلي ان شاء الله كل حرف بتذاكريه طالما نيتك يعني ان شاء الله يبقى ليك ثواب في الدنيا وفي الاخره باذن الله. ان شاء الله يعني هتاخدي ثواب الدنيا والاخره باذن الله، يعني كانه زي جهاد في سبيل الله كده. انا عارفه ان بتكون تعب، ومفيش حد يعني بيذاكر وما بيتعبش يعني، بس انت ممكن تخلي التعب ده لذيذ او وليه اجر، او ممكن تخليه ان هو تعب وتقعدي تعبانه من اول ترم لغايه لما تتخرجي، فده up to you طبعا يعني. لكن لو انت حابه الموضوع وحابه المناهج، لان في واحده كلمتني عندها مشكله تقريبا في الكليه بتاعت صيدله وكده، فالمهم يعني فهي عندها ستريس، بنوته زميلتكم،
فانا قلت لها يعني بقول انك انت تحاولي تحبي المواد اللي طالما انت حطيتي في امر واقع ومش عارفه تغيري الموضوع ده، خلاص حاولي تحبي المواد اللي انت بتدرسيها، اصلا هتقعدي تحت ستريس من اول ليفل 1 لغايه لما تتخرجي، حتى في جراديويشن بروجكت هتكوني متضايقه. فده نصيحه ليكي، يعني حاولي انك انت تحبي المواد اللي انت بتدرسيها، حاولي انك انت زي ما قلت لك كده تخليها ان هي ان شاء الله تاخديها ثواب دنيا واخره. وان شاء الله يا رب يعني ما يبقاش الموضوع صعب زي ما انت متخيلها كده. يعني هو للاسف يعني احيانا الواحد بيتحط يعني بيبقى تحت ستريس او احيانا ضغوطات فبيبقى غصب عنه. فيعني طالما حاجة مش في ايدينا وخلاص حطينا تحتها يبقى لازم نجاري الوضع ده، لكن لو طبعا في تشويس تانية طبعا لا نختار اللي احنا محبينه. يعني فده رأيي الشخصي في في الدراسة. يعني زي ما قلت لك شوفي اللي هي الموتيفيشن فيديوز، تشوفي الكلام اللي هو كله بوزيتيف انرجي، تحاولي انك انت تحبي المواد، زي ما قلت تخلي العامل النفسي ده نمبر وان عشان ان شاء الله بعد كده ايه يعني تبدعي في موادك. بالنسبة للمايكروبيولوجي ديت الريفرنس تمام، اي حد محتاج الريفرنس ديت اوكي. رايي انا الشخصي اللي بحب انهي ريفرنس من دول هو بصراحه سكتشي فارما، ده بيضحك جدا، ومايكرو وده عباره عن بيحكي قصص كده تمام في المايكرو، جميل بصراحه. رابد ريفيو جميل جدا برضو، المايكرو تقريبا في 300 صفحه كويس جدا، اسمه رابد ريفيو. وايه تاني؟ والبريتست ده اسئله، والحسين ده حلو جدا، الحسين برضو ضم اسئله على شرح حلو جدا، يعني تقريبا 400 او 300 وشويه صفحه. فلو اللي محتاجينه اوكي. وفي كتاب كبير بس مش فاكره اني واحد اسمه كان ايه، شيرز، شيرز ده كويس هو بس كتاب كبير، ريفرنس مرجع، مرجع كبير يعني مش صغير، ف مش زي اللي هو اللي هو رابد ريفيو ولا الحسين ده ولا البريتس دوت، عبارة عن أسئلة يعني بعد ما تخلصي بتشوفيه. لو أي حد يعني محتاج أي حاجة من المراجع ديت اتس اوكي okay برضو. في بنات تقولي لا احنا بنختار اللي هو الانترنت هو البرزنتيشن تبعنا او المعلومه بتاعتنا، برضو دي حاجه ترجع لك، بس انا بحب يكون ليا ريفرنس برجع ليه لما بكون في شك في معلومه او بالنسبه لي في معلومه مغلوطه او في مثلا الدكتور بيقول حاجه وانا شايفه حاجه تانية، فاحيانا كده برجع للسورسز او المصادر او التكست بوكس او الريفرنس. تمام، هنبتدي ان شاء الله يا بنات في المايكروبيولوجي. قبل ما نبتدي زي ما قلت لو انت محتاجه اي حاجه، اي سؤال، اي استفسار، اهوت من دلوقتي لغايه ان شاء الله لما ناخد الماده مع بعض لغايه اخر الترم اسالي، محدش يتكسف، انت في ايدك انك انت تسالي اي وقت، انا عمري ما حركت حد. تمام، انا ممكن ارد عليكي في متاخر، ممكن ارد عليكي متاخر بس مش بطنش حد. تمام، بدخل كده على الواتس بشوف كل الرسائل مثلا واقعد ارد على كل واحده بنوته، وبعد كده ايه اغيب مثلا غبتي مثلا، بقعد اعمل احضر اشرح اي حاجه وبعد كده برجع على الواتس تاني وهكذا. تمام، ممكن يكون جنبي الجوال وارد بسرعه وممكن اقعد فتره. فاللي محتاجاه منك انك انت اهم حاجه بس تكوني مستفيده من الماده. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. المايكروبيولوجي، كلمة مايكروبيولوجي ديت لو نيجي نقسمها بتتقسم تلات ايه اقسام، بتتقسم تلات اقسام، مايكرو تمام، او اول كلمة اللي هي عندي المايكرو اوكي، وبايو واولوجي. تمام، تلات كلمات مايكرو بايو واولوجي. مايكرو اللي هو حاجة صغنونة قوي 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 ما بتتشافش بالعين المجردة، بايو اللي هو جاية من الحياة لايف، اولوجي اللي هو العلم او الدراسة. تمام، يبقى انا عندي يعتبر كام كلمه، ثلاث كلمات اللي هو اولوجي وبايو ومايكرو. اوكي، يبقى دراسه او علم اللي هو ايه الاحياء الدقيقه اللي هي اي حاجه ما تشوفهاش بعيننا زي البكتيريا زي الفيروس زي الفنجاي زي البارازايتس. تمام، اي حاجه مش بنعرف نشوفها بايه بعينينا. تمام ماشي، ده اول بالنسبه لسلايد ديت ايه اللي هي التعريف. طبعا دي التوبكس، احنا النهارده هناخد ايه لغايه، هناخد الديفينيشن، هناخد الانترودكشن والبايونيرز اللي هم اسمهم ايه اللي هم الرواد بالعربي، رواد المايكروبيولوجي. طبعا في علماء في كل ماده، تمام، في كل ماده فيها علماء او فيها رواد.
تمام، اللي هم بداية ما عرفوا مثلا يعني ايه ذرة مثلا، ده في بنتكلم مثلا في الكيمستري. هنا مثلا اول ما عرفوا الاحياء الدقيقة دي مين اللي هم هنتكلم عنهم النهاردة، اوكي، سميهم البايونيرز اون مايكروبيولوجي. الاستراكشر للايه، للبروكاريوتيك، هنعرف يعني ايه البروكاريوتيك والايوكاريوتيك، تمام، واعرفوا المقارنة ديت لانها تتكرر في مواد كتيرة جدا على فكرة، يعني انا مش فاكراها دلوقتي بس هتتكرر في مواد كتير، ممكن الجينوميك، الكيموثيرابي، السيرابي، فارما، في مواد كتير يعني هتلاقي الاختلافات ديت. يعني لازم تعرفي البروكاريوتيك والايوكاريوتيك ايه الفروقات ما بينهم لما نيجي نتكلم ان شاء الله النهارده. احنا هنقف تقريبا على ايه اللي هي التوبكس ديت، اوكي، اللي هما تقريبا 24 او 25 سلايد. بعد كده نتكلم على الميكروبس والنيوتريشنال جروس. طبعا النيوتريشنال جروس ده يا بنات عايزه اقول لكم ان شاء الله، ان شاء الله يعني انا مش عارفه هاخد معاكم الماده دي او لا، ان شاء الله بعد ما تكونوا جروب ونشوفها مع بعض، بس انا بقول لكم دلوقتي هيجي سؤال لازم على الجروس، مفيش مايكرو تمام ما بتشرحش فيه النقطه ديت او ما بتجيش النقطه ديت اللي هي دي جروس فيس، حاجة اي بي سي معروفة، معرفش انت اخدتوها في البيولوجي ولا لأ، اللي هي دورة حياة ايه البكتيريا، تمام، اللي هي الفيزز بتاعتها دي، بوينت مهمة جدا جدا في المايكرو، فيعني ما حدش يسيبها يعني او ما حدش يطنشها لانها ايه جزء مهم. يبقى دول اربعة ان شاء الله توبكس اللي هنتكلم ايه عليهم، اوكي. يبقى احنا عرفنا هنا يعني ايه كلمة مايكروبيولوجي، اوكي، دي خلاص عرفناها ايه تعريف المايكروبيولوجي. يبقى هي متقسمة كام كلمة مايكرو، تمام، اللي هي معناها اللي هي ايه الاحياء اللي هي الدقيقة، تمام، او الاحياء اللي هي الصغيرة، too small to be seen with the naked eye، ما بتتشافش بالعين المجردة. البايو، كلمة بايو عندي اللي هي ايه، بايو عندي اللي هي الحياة او الحية، اولوجي عندي اللي هي دراسة، يبقى دي الدراسة، اوكي، ودي حياة اللي هي مين، الكائنات ايه اللي هي الدقيقة، اوكي. ده إيه اول حاجة لازم تعرفي ايه المادة اللي انت بتدرسيها اللي هي المايكرو بيولوجي، تمام. طبعا لو هنقولها بالتسمية بالعكس، يعني المفروض نقول ايه، نبدأ من هنا دراسة حياة الكائنات الدقيقة، العكس اللي هي اولوجي، اولوجي بايو مايكرو، تمام، بس هي بتتكتب مايكرو بيولوجي، تمام، فاهمين يا بنات اقصد ايه، تمام، اوكي. هنتكلم هنا على المواضيع او اللي هي الكائنات الحية الدقيقة اللي هندرس عليها، تمام. هندرس ايه، هندرس البكتيريا، هندرس البروتوزوا، هندرس الألجاي، هندرس البارازايتس، هندرس اليست، هندرس المولز، الفانجاي، الفيروس. المفروض ده، المفروض مع الدكتور الكلام اللي قاله ان ده كله هيتدرس، ان كل ده هيتدرس، اوكي. اسامي العلوم ديت يا بنات هتلاقيها هنا متعرفة، تمام، اللي هو البكتيريولوجي يعني ايه، الفيرولوجي، المايكولوجي، الاميونولوجي، البارازيتولوجي، تمام، كل دول متعرفين، هو بس تقريبا في واحد مش مكتوب صح، اللي هو اللي هو البروتوزولوجي. على فكرة هتلاقي كلمة بكتيريا بس مزودين لها اولوجي، تمام. يعني في جالي والله من ما فيش من كام يوم من جامعة ايه يا ربي، من جامعة شقرة، تمام، بس تقريبا يعني هما كانوا بنتين او ثلاثة، ما كانش في جروبز وكده، فللأسف ما كانش عندي وقت ان انا اديلهم تجربة، كان علمهم على ايه بس، على الفيرولوجي بس، يعني هما بيدرسوا الفيرولوجي بس. انا بقولها لا، ده انا كنت بشرح البنات كل المواضيع يعني اللي هو في الكيموثيرابي او في المايكرو يعني. فالفيرولوجي اللي هو علم اللي هو الفيروسات، تمام، اللي هو المايكولوجي علم الفطريات، تمام، اللي بيشمل اليست والمول والفنجاي. الباراسيتولوجي اللي هو علم الطفيليات. الفايكو اللي هو الفيكولوجي اللي هو الالجي اللي هو علم الطحالب، تمام، هتشوف شكلها الطحالب، عارفين الطحالب اللي هي ايه، لما بتقعدوا مثلا تروحوا على بحر وكده، عارفين اللي بيقعد على الصخور الحاجات الخضراء دي، تمام. البروتوزولوجي، البروتوزولوجي ده اللي هو علم الاولي او الاوالي، تمام، اللي هو الاولي يعني،
والبكتيريولوجي طبعا علم ايه البكتيريا. اوكي هنعرفهم دلوقتي. في بس زياده ايه كام تعريف كمان اللي هو الاميونولوجي. الاميونولوجي اللي هو علم المناعه طبعا ده علم لوحده. الاميونولوجي ده علم لوحده. اوكي انا بشوفه ان هو علم يعني مفروض عليه سيرشز زي الكانسر كده تمام، اللي هو علم الاميونولوجي تمام. يبقى انا عندي هنا كل مايكرو اورجانيزم تمام ليه علم لوحده. ليه يعني ايه علم لوحده؟ يعني بيدرسوا شكله عامل ازاي، بيدرسوا ايه المضادات الحيويه اللي بتشتغل عليه، بيدرسوا التعامل معاه ازاي، الكالتشرز نوعها ايه، ازاي ينموه، ازاي يموتوه، ازاي يضعفوه تمام. يبقى علم كامل لكل مايكرو اورجانيزم من دول، البكتيريا، البروتوزوا، الالجي، البارازايتس، اليست والمولد والفانجاي، الفيروس تمام. طيب يعني لو نيجي نعرف مثلا البكتيريولوجي نقول ايه على البكتيريولوجي ده؟ والله ساينس تو ديل ويز ستادي اوف بكتيريا، طبيعي علم بيدرس ايه البكتيريا. اوكي طيب فيرولوجي، المايكولوجي تأثير او العلم اللي بيدرس دراسة الفنجاي، مش عارفة الاميولوجي بيدرس المناعة، البارازايت بيدرس العلم اللي بيدرس البارازايت. يبقى هي بس كلمة اللي هي مين اولوجي تمام. اهو انا هعملها بلون مختلف اهيت عشان ايه اهيت اللي هي كلمة ايه اولوجي. اوكي يبقى اولوجي ديت اللي هي علم. علم بقى ايه لو جت قبلها بكتيريا؟ يبقى علم بيدرس البكتيريا. فيرولوجي يبقى علم بيدرس الفيروس. ميكو، ميكو ديت يا بنات اللي هي جاية من اللي هو ايه الفنجاي، اليست، المولز تمام، اللي هو علم بيدرس ايه الفنجاي. فلان الفنجاي لها انواع مش نوع واحد، انواع اللي هو اليست والمولز وغيرها تمام. الاميونولوجي ده علم بيدرس ايه بقى؟ مقاومة الجسم للاجسام ايه الغريبة اللي هو ايه المناعة تمام. البارازيتولوجي علم بيدرس ايه اللي هو البارازايتس او الطفيليات تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على كام بوينت. اول بوينت اللي هو مين عندي تعريف اللي هو المايكرو بيولوجي. اوكي تعريف عندي اللي هي المايكرو بيولوجي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مايكرو، كلمة مايكرو يعني اللي هو تو سمول يعني حاجة صغيرة جدا ما تتشافش بعين مجردة، بايو اللي هي معناها لايف او حياة، البيولوجي مقطع اولوجي يعني ايه اللي هي معناها دراسة. اوكي طيب بعد كده دخلنا على الاورجانيزمز، كل اورجانيزم ليه علم خاص بيه بيدرسه. اوكي زي ما قلت هو كلهم تقريبا مقتبسين من الاسم ما عدا الالجي واليست والفنجاي والايه والمولز تمام. هنا تعريفات برضو نفس التعريفات اللي احنا قلنا عليها بس زيادة اللي هو مين الاميونولوجي بيدرس عندي ريزيستنس، مقاومة الجسم للحاجات الغريبة الاجسام الغريبة. جسمك بيتصرف ازاي؟ هل هو ما بيحتاجش مساعدة؟ هل هو بي 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 بيدفع البارازايت ده او اللي هو الفنجاي او الفيروس او البكتيريا لوحده مش محتاج مساعدة ولا لا لازم نديله انتي بيوتيك مثلا او انتي اللي هو انتي مايكروبيال عموما علشان ايه يعالجه تمام، ادوية فيروس، ادوية فنجاي، ادوية بكتيريا علشان تتعالج. فاهمين قصدي ايه؟ طبعا احيانا الدكاتره بيكونوا مش عارفين ايه الحاجه اللي عنده ديت لان الاعراض بتبقى متشابهه فبيضطروا يعملوا لها ايه مزرعه تمام. عايزه اقول لكم معلومه ان شاء الله يعني لما تسمعوا يعني ان شاء الله يا رب كده تقربوا مثلا تاخدوا سيرابي 1 و2 و3 و4 هتلاقوني دايما بقول ايه على اللي هو المضادات الحيويه واستخدامها ان هي فعلا لازم تترشد استهلاك المضادات الحيويه. وهتلاقوني ان شاء الله يا رب لما تسمعوا ريكوردات سيرابي 4 ان او اللي هو فارماكوثيرابي 4 ان احلى خطوه عملتها فعلا المملكه ان هي حجمت خروج الانتيبيوتكس. لان دلوقتي لو تشوفوا المشكله دلوقتي بتاعت اللي هي هنتكلم مثلا بس على الموضوع اللي هو مين اللي هو البكتيريولوجي مش بنتكلم على الفيروسات والفطريات بس البكتيريا تمام. البكتيريا دلوقتي بقت في نوع مقاوم لكل انواع المضادات الحيويه. طب ده جه منين؟ سؤال حلو. ده بسبب استخدام المضادات الحيويه العمال على بطال. زور بيوجعني اخد ايه مضاد، سخنه اخد مضاد، مش عارفه ايه اخد مضاد. كل ده البكتيريا بتعمل سلالات
تمام، بتبقى اكتر مقاومة من اللي قبلها لغاية ما تبقى ايه سترونج، بقى تلاقيها زي عضلات كده يعني، عندها عضلات تقاوم اي نوع من المضاد، طبعا كده ايه تموت ناس، ودي هنشوفها لما نتكلم على اللي هي الامبورتنس اوف مايكرو اورجانيزم، ان هي سبب كبير في قتل الناس اكتر ما كانوا بيتقتلوا في الحروب، تمام، اللي هي بيموتوا من البكتيريا. طبعا قبل ما يكتشفوا المضادات الحيوية طبعا في حصل ريزيستنس وطلعت بكتيريا اكتر قوة، جبنا لها زي هي المارسا والفارسا ان شاء الله لما تاخدوها بعدين، اللي هي الميسيلين واللي هو الفانكومايسين، دول مفروض مضادات حيوية قوية جدا، بس طلع لها دلوقتي اللي هو مين أدوية أو سوري سلالات من البكتيريا بتقاوم الأدوية دي، فبقينا مثلا نجيب دواء أكتر تطور أو أقوى شوية برضو يطلع له بكتيريا مقاومة، ده ليه؟ بسبب استخدامه عمال على بطال. طب فايه يعني لما واحد يستخدم، احنا مالنا يعني؟ طب هما اتنين تلاتة ما هو لوحدهم، ما هو المشكلة ايه؟ ان هما بينقلوا السلالات ديت اللي هو البيشنت ده بينقل اللي هو الدي ان ايه بتاعه او الكروموزومز اللي هي شايله المشكله ديت لمين؟ للسلالات اللي بعده، تمام، والسلالات اللي بعده تتجوز ناس تانية وهكذا، تمام، لغايه ما هيقضي على ايه؟ هيقضي على الكره الارضيه. فاهمين قصدي ايه يا بنات؟ فاهمين الفكره؟ ممكن من هو قاعد جنبك كونتاكت يتنقل لك اللي هو العدوى بتاعته، يعني اللي اقصده ان مشكله جامده جدا جدا اللي هي ايه المايكرو اورجانيزمز ديت او البكتيريا بالذات، موضوع البكتيريا لانها هي طبعا مايكرو اورجانيزمز ديت عشان تكونوا عارفين بتشمل 3 أو 4 حاجات اللي هم البكتيريا والفيروس والفنجاي والبرازات، كل دول تحت الانتي ميكروبيال، تمام، ومعاها انواع الفنجاي كلها، معاها الالجي، معاها البروتوزوا، معاها كل دول، كل ده تحت مسمى الميكروب اللي هو حاجة صغنونة ما بتتشافش بالعين المجردة، اوكي. فالحاجات ديت من كتر ما بقت مقاومة، تمام، ايه اللي حصل؟ ان هي بقت ايه، بتقتل كمية ناس كتيرة جدا ومفيش حاجة بتحوق فيها او بتنفع معاها، اوكي. طبعا هو اقدم حاجه، تعال نقرا الكلام اهو، ذا مايكرو اورجانيزم ار ذا اولدست فورم اوف لايف، اقدم حاجه موجوده على الكره الارضيه هي المايكرو اورجانيزم، بعد كده الانسان هو ايه اللي وجد. having greatest biomass، طبعا لو شفنا عدد الناس، عدد البشر وعدد المايكرو اورجانيزمز، هنلاقي عدد المايكرو اورجانيزم بكتير اكتر من ايه البيبيوليشن، تمام، عددهم كتير جدا. زي ما قلنا بتقتل البشر اكتر بكتير من ايه اللي هم اتقتلهم في الحروب، اوكي. بيقول لي طبعا الحياة ما كانتش هتبقى موجودة من غير المايكرو اورجانيزم ده، ليه؟ لان هو اللي بيعمل لي فيرمنتيشن وبيطلع لي الاكسجين وبيطلع لي ايه النيتروجين، يعني زي ما هو برضو وجوده مشكلة، تمام، برضو لازم الحياة تكون موجودة بيه لان هو ايه جزء منه بيطلع لي اللي هو الاكسجين والنيتروجين، تمام، طبعا غازات مهمة جدا في عملية التنفس وعمليات اللي هي الحيوية عندنا في المواد العضوية وحاجات كتير، تمام. ديكومبوسيرز اللي هو ايه، يعني بتحلل الجثث، كانت زمان دلوقتي الجثث كلها ايه متراكمة فوق بعضها ومفيش حاجة بتتحلل وكلها منفخة واحنا مش عارفين نوديهم فين، صح ولا لأ؟ لأنها مبتتحللش، فدي طبعا حاجة ايه مهمة في المايكرو اورجانيزمز. يبقى لما نتكلم على الامبورتنت اوف مايكرو اورجانيزمز يا بنات، نقول ايه اول حاجه عندي؟ ان هي اولدست فورم اوف ذا لايف، اقدم يعني حاجه كانت حيه على الكره الارضيه، تمام. جريتست بايوماس، هي اللي موجوده بشكل كبير على مستوى سطح الارض، هي اكتر كتله عايشه على سطح الارض، تمام. killed more people than have even been killed in wars، اللي هي في الحروب كان الناس بتموت، هي لا بتقتل بقى طبعا اكتر بكتير جدا لانها زي ما قلنا منتشرة، موجودة بكميات اكتر مننا بكتير، فطبعا تحت ظروف معينة بتتحول الحاجات ديت لباثوجين جامد يعني قوي ريزيستنس، زي ما قلت لكم زي البكتيريا. البكتيريا ديت عاملة زي البيبي يا بنات، عاملة كده زي اللي هو مين البيبي، تمام، عاملة زي عندي هنا زي كأنها زي عيل صغير كده يعني، اوكي، انا بقعد اغذيه، تمام، بالغلط، تمام، بان انا بديله انتيبيوتيك اقوى منه، اوكي، انا بفهمها لكم بمنتهى البساطة جدا. فلما يشوف حاجة قوية يروح قايل الله، طب انا ليه ما طورش انا بالنفس البكتيريا تقول كده واجيب سلالة اكبر مني تقاوم ايه البكتيريا دي،
يروح ايه، احنا مخترعين دواء مضاد حيوي يقتل البكتيريا الكبيره دي، يطلع برضه، وهكذا هكذا لغايه الان في نوع من انواع البكتيريا ريزيستنس لكل المضادات ايه الحيويه. حتى احنا بنقول دي نهايه العالم، تمام، لما بنشوف احنا حاجات كده بيعملوا لها كالتشر وان هي كل الانتيبيوتكس عندي بتطلع ان هي ريجكتد او ان هي مش نافعه معاها، فنعرف ان هو ايه، ان احنا خلاص كده هتنتهي الكرة الأرضية، تمام. فبس ده اللي عايزة افهمه لكم يعني، اوكي. زي ما قلنا برضو ان هو طبعا مهمة جدا في الحياة لانها بتطلع الاكسجين والنيتروجين و ديكم ايه اللي هو ديكم ايه ديكمبوسرز. ممكن عارفة يعني، انا بالنسبة لي لو انت عايز تحفظي الامبورتنت سي مثلا حاجة بسيطة زي دي، تعملي ايه؟ تروحي حافظة اول، او يعني اول مثلا كلمة من، او اول حرف من كل كلمة، اول حرف من كل كلمة. يعني زي مثلا هنا ده اللي هو مثلا ايه الاو، تمام، وهنا الجي كي مثلا او تانية ودي، تمام. ممكن يعني تقولي مثلا كيجو مثلا تو مثلا، دي كلمة مثلا ملهاش اي معنى وتحطيها مثلا تفتكريها. يعني انا بقول يا بنات على فرض المثال، مش او على سبيل المثال يعني، مش لازم تعملي زي بالظبط، بس انا بقول لك يعني كده عشان تحفظي حاجات مثلا محتاجة انك انت تتحفظ يعني عشان ما تنسيهاش. طيب هنتكلم على بقى موضوع تاني مهم اللي هي البرانشز. عندي البرانشز لما في حالة اللي هو الاستادي، اوكي، لما بيدرسوا اللي هو علم الميكروبيولوجي ايه الحاجات اللي بتفيدهم تاني او اللي بتدخل في الميكروبيولوجي، على تلاقيه، وهتلاقوه على فكرة انا مترجماها تحت، اوكي. وعموما البنات بعد الترجمة بقت بتشوف ان انا يعني ان هي مش محتاجة الترجمة لان بترجم كل كلمة، وفي مواد انا بترجمها بس يعني بتبقى خارج يعني نطاق اصلا شغلي وكده. بس البنات من كتر الحمد لله يا رب في ثقة بينا جامد، فعايزين انا امسك كل موادهم يعني، اللي هي مادة مبادئ ادارة الاعمال حاجة زي كده، بس عشان اوريكم يعني شكل الترجمة بيبقى ازاي، عشان لو حد حابب اعمله مثلا ترجمة للايه للليكتشرز دي يا بنات اهيت، تمام، لو حد حابب ان انا اترجم له كده يعني، دي حاجه ترجع لك. بس انا شايفه ان مش هتفيدك الترجمه حاجه طالما يعني انا بترجم، وفعلا البنات في بعض المواد قالوا احنا مش محتاجينها زي الاورجانيك زي الاناتومي، قالوا احنا فاهمين لان انت اوريدي اصلا بتترجمي كل كلمه بتقوليها يعني، فدي حاجه ترجع لكم لو محتاجينها اتس اوكي مفيش مشكله يعني. بس طبعا انت اصلا هتاخدوا كل الاكسبريشنز بالانجلش، انا ممكن بس كنت عملتها المستوى الاول لانهم بيبقى الموضوع في عندهم خوف وقلق شوية، فزي ما قلت لكم لو حابينها يعني. عندي البرانشز بقى طبعا كل دول علم لوحده يعني، ده كل ده من دي علوم يعني تابعة للميكروبيولوجي، تمام، يعني فيها أحياء دقيقة وفيها دراسة أحياء دقيقة أو فيها مايكرو أورجانيزمز وكده. زي ما قلنا أول علم اللي هو الإميونولوجي، تمام، اللي هو علم المناعة. تاني علم عندي البابليك هيلث مايكروبيولوجي اللي هو علم الأحياء الدقيقة، تمام، اللي هو الصحة العامة للأحياء الدقيقة. الإبديميولوجي علم الأوبئة، تمام، حتى لما ان شاء الله ما مثلا تعملي سيرشز او تشوفي الارتكلز وكده وتعملي برزنتيشن مش عارفه ايه، او لما تتكلمي مثلا على جزء الميكروبيولوجي هقولك اول حاجه الابدوميولوجي. الابدوميولوجي ده اللي هو علم الاوبئه، يعني انتشاره ما بين السكان قد ايه، وجوده عند النساء قد ايه، الرجاله عند ايه. حتى لما تاخدي ان شاء الله في الفارماكوثيرابي تفهمي كلمه ابدوميولوجي اللي هو علم الاوبئه، منتشر بنسبه قد ايه ما بين الناس، تمام. الفود طبعا علم البابليك دوت معرفش انتوا بتاخدوه ولا لأ، تمام، كله برضو زي المايكرو كده امتداد للمايكرو يعني. الفود دايري اند اكواتيك مايكروبيولوجي اللي هو في الاكل، في الالبان، في اللي هو المية، تمام، اكواتيك يعني الووتر. الفارماسيوتيكال مايكروبيولوجي اللي هو علم في اللي هي الصيدلانيات، تمام، بس ايه بقى خاصه بالمايكروبيولوجي. البيوتكنولوجي اللي هو التكنولوجيا الحيويه. الجيناتيك انجينيرينج اللي هو علم الهندسه الوراثيه. شوفوا زي ما قلت لكم الجيناتيك انجينيرينج اللي هو الهندسه الوراثيه، الجينوميك، ايه تاني، الجيناتكس، كلهم تحت نفس المسمى اللي هو بيدرس الجين والكروموزومز وكده، تمام. الريكومبيننت دي ان تكنولوجي ده علم كبير جدا اللي هو الحمض النووي المؤتلف، ده بيجيبه باختصار يعني
زي مثلا عايزين يكتروا من سلالة مثلا، اي مثلا نوع من انواع السلالات اللي عايزين يكتروها، فبيربطوها بجزء من الدي ان ايه، تمام، وبيزرعوها وبتكبر. تمام، ده باختصار يعني، انا بس بقول لكم العلوم دي. الدكتور طبعا في شرحه انا استغربت قوي، بس بيقول بس العناوين، في حاجات بيطول فيها وفي حاجات بيجري فيها، بس هو تقريبا ما قالش معلومات غير بس المعلومة ديت اللي انا كاتباها وبس. يعني حتى لما هنيجي نتكلم على اللي هم البايونيرز، ما اتكلمش يعني عنهم باستفاضة وكده. يعني لويس باستر ده ما اتكلمش قوي عنه جامد، دخل على طول على اللي هو الكلاسيفيكيشن. طبعا هو مهم الكلاسيفيكيشنز طبعا، لان ده من اول هنا ده الجزء المهم في المايكرو. تمام، فانا مش عارفه هي معاكو ولا مش معاكو، بس انا هشرحها. تمام، حتى في المواد التانية في بنوته قالت لي ان في اجزاء مش عارفه الدكتور هيلغيها تقريبا في ماده الاورجانيك. انا محتاجه كل السلايدز، تمام، بشرحها كلها. الدكتور والله جاب منها ما جابش منها، دي حاجه ترجع له، بس السلايدز كلها تتشرح. اوكي، ديت عندي زي ما قلنا البرانشز دي كلها تحت، تتضمن تحت ايه، علم الميكروبيولوجي او علم الاحياء الدقيقه. تمام، الاميونولوجي، بابليك هيلث مايكروبيولوجي، ابديميولوجي، دايري وفود واكواتيك مايكروبيولوجي، فارماسيوتيكال مايكروبيولوجي، بايوتكنولوجي، جيناتيك انجينيرنج، واللي هو الدي ان ايه، ريكومبيننت دي ان ايه تكنولوجي. اوكي، طيب يبقى احنا كده دلوقتي اتكلمنا عن ايه، عشان تحطيهم في دماغك اهمية المايكرو اورجانيزم اهو. يعني انا دلوقتي اتكلمت في ايه، اول حاجة تعريف الديفينيشن، تمام، تاني حاجة عندي اتكلمنا فيها الاورجانيزمز، عندي الاورجانيزم انواعها والعلوم عندي اللي هي الاولوجي، تمام، اللي خاصة بكل انواع من انواع المايكرو اورجانيزم والاهمية، صح. وايه تاني، والبرانشز، ايه عندي البرانشز اللي احنا ايه اخدناها بالنسبة للمايكرو، كل ده احنا اتكلمنا عنه. هنتكلم بقى، هندخل على الميكروبس دي او المايكرو اورجانيزمز ديت، ايه احجامها، والعين بتشوف قد ايه. العين عندي بتشوف 1 على 1000، تمام، 1 على 1000 متر، يعني احنا اخرنا نشوف 1 على 1000 ايه متر، ده اللي هو الهيومن اي او النيكد اي اللي هي العين العادية. تمام، طيب هل اقدر اشوف الفيروس ولا البكتيريا؟ تعال نشوف احجامهم. احجام الفيروس عندي من 10 ل 1000 نانومتر. يعني ايه النانومتر ده بيساوي كام؟ يعني النانومتر ده بيساوي 10^-9 متر، طبعا بعيد كل البعد عن اللي بيشوفه عينينا. طيب البكتيريا من 1/10 ل 5 ميكرومتر، هو الميكرومتر ده بيساوي كام متر؟ لو ما نيجي نحوله ان شاء الله بقى ده في الكاينيتكس، هتشوف كل التحويلات ديت، تمام، اللي هو علم الفارماكوكاينيتكس، اللي هو من 1/10 ل 5 ميكرومتر، اللي هو ايه الميكرومتر ده، اللي هو 10^-9^6 متر. لازم تعرفي التحويلات ديت، ان انا عندي النانو دي لازم تكوني على اي بي سي يعني ان شاء الله، عشان فيما بعد عندي هنا اللي هو اول حاجة عندي اللي هي النانو بيساوي ايه، بيساوي عندي اللي هو 1 في 10^-9 متر. طيب والمايكرو بيساوي 1 في 10^-6 متر. طب العين بتشوف قد ايه؟ والله العين اخرها اللي هو 1 في 10^-3 متر، تمام، اللي هو تقريبا مليمتر، 1/10 مليمتر. اوكي، ده العين اخرها اللي بتشوفه، ده اصغر 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 حاجة بتقدر تشوفها العين كده. طبعا هل هتقدر تشوف الفيروس؟ هل هتقدر تشوف البكتيريا؟ طبعا حاجة مستحيلة، تمام، مش هينفع ايه لا تشوف البكتيريا ولا هتشوف عندي الفيروس، لان الاحجام بعيدة كل البعد عن اللي هو ايه حجم او اللي العين تقدر تشوفه. اوكي، يبقى لازم تعرفي النانو بيساوي كام متر، المايكرو بيساوي كام متر، 1/10 مليمتر اللي هو بيساوي تقريبا كام، 1/10^-3 ايه متر. هو بس يا بنات في المفروض هي مش 10^-3، المفروض ان هي 10^-4، تمام، لان انا عندي هنا اللي هو 1 مليمتر، تمام، بيساوي 10^-3 ايه متر.
اوكي، والعين بتشوف تقريبا من 1 من 10 لتقريبا ل 3 من 10 مليمتر، تمام؟ يعني المفروض ان هي 10^4، اوكي، لان 1 مليمتر، ايوه 1 مليمتر بيساوي 1 × 10^3 متر، اوكي. فعموما احنا هنسيبها زي ما هي كده، تمام. بس عشان ايه تقولوها برضو للدكتور او كده يعني. يبقى انا عندي هنا الفيروس من 10 ل 1000 نانومتر، ده ما يتشافش طبعا بالعين، لان النانومتر يا بنات كأنه 1 بليونس اللي هو 1 × 10^-9. البكتيريا من 1 × 10^5 ميكرومتر اللي هو كام؟ 1 مليونس، تمام، 1 على مليون، وهنا 1 على 10^9. على فكرة 1 بليونس يعني 1 على 10^9 اللي هي بتطلع 10^9، 1 مليون يعني 1 على 10^6، تمام، اللي هو 1 ايه مليونس، تمام، اللي هو 10^6، تمام. فده لا بيتشاف ولا ده هيتشاف، لا البكتيريا ولا الفيروس، لان اخرها اللي هو 1 من 10 ايه مليمتر ل 3 من 10 مليمتر، اوكي، تمام. نيجي بقى على ايه، اول ما بتيجي كلمة الميكروبس ديت ايه الواحد بيفكر في ايه، disease, infections, epidemics, food spoilage، صح ولا لا؟ كل ده بنفكر فيه اول ما نقول بس كلمة microbes، صح؟ what comes to mind اول ما تقولي كلمة microbes، صح؟ مش ده اللي بيجي فعلا في دماغنا ولا حقيقي، صح؟ بيقول لي خلي بالك على فكرة بالنسبة للديزيز، تمام، الامراض، ان هي بتكون سبب من اسباب الامراض 1%، اوكي، من اللي هو ايه الهيومن ديزيز. بالنسبة ل اللي بيسبب بلانت ديزيز من النون بكتيريا، على فكرة هي قال لك ايه all known bacteria، يعني ايه؟ لان في انواع من البكتيريا مش معروفة لغاية الان، اوكي. 4% بس بيسبب منهم بلانت ديزيز او امراض للنباتات. 95% من النون بكتيريا are non pathogen، يعني ما هماش ممرضين، ما هماش ايه ممرضين، اوكي. يعني من الاخر بيقول لك هنا، يعني الدكتور كاتب لك الكلام ده عشان يقول لك ايه، يعني بلاش تظلمي ان الميكروبز هم الديزيز والانفكشن والابيدمكس والفول فود ايه سبوليجز، لا ده في قليل منهم اللي بيسببوا ديزيز للهيومن والبلانت من النون بكتيريا، تمام. تاني بنقول نون بكتيريا، والاغلب منهم ايه ما بيسببوش ايه باثوجين او مش ممرضين، تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي زيادة على المعلومات اللي احنا قلناها اللي هي اخرها البرانشز، اتكلمنا على السايز وايه الحاجات اللي بتيجي في دماغنا اول ما بنسمع الميكروبس. طيب الميكروبس اند يو، طبعا احنا عايش معانا ومتعايش وطيب وكيوت اللي هو النورمال فلورا. النورمال فلورا دي موجودة في حاجات كتيرة جدا، في الابيدرمز اللي هي على الجلد، الميوكاس ميمبرين اللي هو موجودة في الفم، فتحة الشرج، موجودة في حاجات كتيرة جدا. سبيشيالي ذا مويست ارياز، مويست اريا اللي هي الحاجات الرطبة، طبعا الحاجات الرطبة اللي هي اما الماوس، اما فين، في اللي هو الريكتم مثلا، سي عن الميل اليوريثرا، الفيميل اليوريثرا، الفاجينا. بيقولك بايه برضو اللي هي ما بين اللي هي الصوابع، اللي هي التويز سواء الرجلين، في الحتة الرطبة مثلا، في العرق، في الشعر، تمام. بتحب، بصي الميكروبات دي بتحب حاجتين قوي، الحرارة، تمام، لما يكون الجو حر، والمويتشر، ده احلى بيئة بتحبها جدا، تمام، وبالذات الفنجاي كمان من انواع الميكروبز اللي بتحب البيئة دي جدا، تمام، وبتنشأ فيها يعني. موجودة برضو في الريسبيراتوري التراكت، موجودة عندي في المجرى التنفسي، على فكرة الكلام ده موجود تحت هتلاقيه في النوتس كاتبها الدكتور في النوز، تمام. اي بنات فتحات اورفيس، تمام، فتحات فيها رطوبة، فيها ميوكس، فيها حاجات من ديت ايه، هتلاقي ان هي ايه بتحب تعيش في الاماكن دي. طيب في ده جزء اللي هو النورمال فلورا، تمام. يبقى انا عندي هنا ديت عندي اللي هو ايه المايكرو اورجانيزمز، تمام، دي شكلها اهوت، اوكي. طبعا شايفين ليه حاجات كتير يعني. النورمال فلورا، ايه هي النورمال فلورا؟ تعال نكبر دي كده،
ايه هي النورمال فلورا؟ النورمال فلورا ديت بتبقى عندي مايكرو اورجانيزم، ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون فنجاي، ممكن يكون بروتوزوا، ممكن يكون فيروس، صح؟ موستلي بكتيريا ذات كونتينوس انهبيتد ذا هيومن ايه بودي، بيقول لي اللي هي اغلبها بتعمل ايه، تثبيط لي اللي هو اللي هو ال انهبيتد، سوري يا بنات، اللي هو يعني اللي او اللي هو الريزيدنت، يعني اللي قاعده معاكي طول الوقت، اللي هي عايشه معاكي طول الوقت. اوكي، under normal condition، في حالة اللي هو الإنسان الطبيعي اللي ما عندوش أي مشاكل، حياته عادية، تمام، ده بتبقى إيه طبيعية، وإن هي إيه بتأدي دور كويس جدا، تمام. وليها اسم تاني اللي هو الميكروفلورا، تمام، أو اللي هو الكومنسالز، بس معروفة أكتر بالنورمال فلورا، تمام. دي كل المعلومات عن النورمال فلورا، هو الدكتور كاتبها لك اهوت، ان هي موجوده في كل اجزاء الجسم، في الابيدرمس، الميوكس، ريسبيراتوري، نوز، كل حته موجوده، تمام. ودي تقريبا اجابات الاسئله هتلاقيها فين، زي اللي ما احنا ايه شرحناها كده، did you always have them، طبعا are they everywhere in your body، تقولي له الاماكن اهيت اللي الدكتور كاتبها هنا، هتلاقيها موجوده تحت. are normal flora every harmful، زي ما قلنا في طبيعة الحياة الإنسان العادية اللي هو صحته كويسة بتبقى ما هيش ايه مؤذية، هي beneficial. طيب امتى بقى بتبقى harmful؟ في حالة واحدة بس، لما المناعة بتاعة الإنسان بتضعف، لما المناعة الإنسان بتبقى ايه ضعيفة، بتبقى حاجة اسمها اللي هو ايه opportunistic. opportunistic يعني منتهزة، تمام، تبقى منتهزة لفرصة ان اللي هي immune compromised، زي اللي هم عندهم امراض المناعة او الكانسر، تمام، او عاملين عملية زرع كلية مثلا، ان شاء الله لما تاخدوها بعدين في الثيرابي. المهم يعني بيبقى عندهم مشاكل في المناعة، بيكون عندي الباثوجين ده opportunistic، بيستغل الفرصة ان المناعة عندي قليلة. طب يعني ايه باثوجين؟ اللي هو مرض، ما disease causing ايه مايكرو، المايكرو اورجانيزم ده عمل المرض ده، تمام. زي ما قلنا اللي هو الاوبستينكت، اللي هو الاوبورتيونستيك باثوجين ده بيبقى باثوجين بيجي بسبب ايه، او ايه بسبب ايه اللي خلاه يعمل كده، ان هو الاميونيتي بتاعه البيشنت ايه بتقل، تمام، فبيقدرش يقاوم اللي هو الانسان ده، يعني يعني هو انتهازي، تمام، مايكرو اورجانيزم انتهازي، لما لقى ان الانسان ده مناعته وقعت، فايه كبر عليه او نشأ عليه. اوكي، حتى الدكتور هو كاتبها اللي هو ان انفكشن تحت، كاتبها في اهوت يا بنات عشان اوريها لكم، هي كاتبها هنا اهوت ايه في اللي هو النوتس، تمام، اللي هو an infection microorganism that normally doesn't harm it the host but can cause disease when host resistance is low، يعني اول ما تضعف مناعته بتاعت البيشنت هو بقى ايه بيستغل الفرصة، تمام، عشان كده سماه opportunistic او انتهازي. اوكي، non pathogen يعني ما بيسببش disease. اوكي، فديت ايه التعريفات اللي هي الباثوجين، يبقى ايه ديزيز بسبب مايكرو اورجانيزم، هنا اوبورتيونيستك دوت في حالة ايه الاميونيتي او اللي هو الريزيستنس بتاعة الهوست بتقل، الهوست اللي هو الانسان يا بنات، المضيف، تمام، اللي هو الانسان. اوكي، اي حاجة مش فاهماها، اي حاجة محتاجة تفهميها، ما عنديش مشكلة. طيب نيجي بقى هنا للعلماء، تمام، اول عالم فكر في الموضوع دوت او فكر في نظرية الخلية او في الكائنات الحية ان هي بتتكون من خلايا، مين الاستاذ دوت؟ اللي هو روبرت هوك، تمام، ما كان في UK United Kingdom سنة 1665. اوكي، يبقى نقدر نعتبر ان العالم ده اللي هو روبرت هوك، تمام، سنة 1665، ان هو عرف نظرية الخلية، وان هو عمل بروبوز ذا سيل ثيوري، وي اول ليفينج ثينجز ار كومبوزد اوف سيلز، كل الحاجات عندي اللي هي الحية، الحية يعني اللي بتعيش، يعني مش الحاجات الجماد، لا، الحاجات اللي فيها بتتحرك يعني، كلها بتتكون من خلايا. ده مين؟ روبرت هوك، تمام. طبعا انا في اسمها ايه ديت في المايند ماب، انا مش كاتبه بس غير اساميهم واللي هم الفرضيات بتاعتهم سنه كام، بس
اوكي، لكن مش كاتبه الديتيلز يعني. حتى الدكتور يعني انا استغربت ان هو بس قال كلام بسيط عنهم يعني، اعتقد ان هي جزء نظري مش مهم، بس برضو ذاكروه يعني. انا مترجمه لكم تحت، هتلاقوا الكلام مترجم تحت وانا بترجمه في كلام يعني، كلام بسيط. طيب جالنا واحد تاني، تمام، اللي هو مين؟ انتون فان، اللي هو ليفن هوك، تمام، اليو والدبليو بنطق في، ليفن هوك سنة 1670. اوكي، دوت برضو من الهيستوري اوف ستادي اوف مايكرو اورجانيزم، اللي هو من تاريخ دراسة الكائنات الحية الدقيقة. قال لك ميد سيمبل اون وان لينس مايكروسكوب، عمل مايكروسكوب بعدسة واحدة. observe and provide accurate description of protozoa fungi bacteria. قال لك والله الوصف الدقيق لكل واحد من دول اللي هو البروتوزوا والفنجاي والبكتيريا. examine almost anything around him, then he called the small living organisms اللي هي ايه animalcules، يعني جاية من animal بس cules اللي هي صغنونة، يعني ايه كائنات حية صغيرة، تمام، اللي هو حيوانات صغنونة، تمام، هو ده كده سماها اللي هو animalcules. فهو بيقول لك قعد يعني يشوف كل حاجة حواليه وفحص كل حاجة حواليه من اللي هي الكائنات الحية الدقيقة الصغننة دي، وادالها اسم ايه اللي هو animalcules. يبقى هو قال على simple one lens microscope. اوكي، عمل ايه تاني؟ عمل ديسكريبشن او وصف للبروتوزوا والفنجاي والبكتيريا. زي ما انت شايفه كده بقول الكلمه المهمه اللي تفكرني ببقيه ايه اللي هو الكلام ده. برضو هنا سمى اللي هو الكائنات الحيه الدقيقه اسمها ايه، animalcules، تمام. يبقى انا عندي لو هنتكلم على الاستادي، تمام، بتاعه الهيستوري، روبرت هوك نمبر 1 سنه 1665 بروبوز سير ثيوري، واللي ايه قال لك ليفينج ثينجز ار ايه كومبوزد اوف سيلز. جه واحد تاني اسمه انتون فان سنه 1670، قال ايه اللي هو سيمبل وان لينس مايكروسكوب والديسكريبشن للايه البكتيريا والفنجاي والبروتوزوا والانيمالكيولز، تمام. جت بقى حاجة اسمها theory او نظرية اسمها ايه spontaneous generation. هي على فكرة يعني جاية من التعريف جاي من اسمها spontaneous، يعني تلقائي، تمام، بيجي من نفسه. اوكي، فبيقول لك هي نظرية اللي هي spontaneous generation، theory بتقول لك ايه that life just، تمام، spontaneously، يعني اللي هي بتيجي عن طريق تلقاء نفسها، develop from non-living matter، بتيجي من حاجات ما هياش حية، تمام. يعني الحياة بتاعة المايكرو أورجانيزم ديت بتيجي من حاجة يعني ميتة. اوكي، فهنا سموها اللي هو الأجيال العفوية اللي بتيجي من تلقاء نفسها، تمام، فهمنا الثيوري. based on observation of rooting food seemingly producing living ايه organism. بيقول لك هنا جاب لك اللي هي غذاء روتينج اللي هو متعفن، تمام، لقوا ان هو ايه بينتج لي هنا مايكرو اورجانيزم، كائنات حية ايه عندي دقيقة seemingly، يعني على ما يبدو او تقريبا يعني. فبيقول لي هنا الاوبزرفيشن هنا اعتمدت على ايه، على الروتينج فود، اللي هو طبعا الروتينج فود يا بنات هل هي حاجه حيه ما هياش حيه. اوكي، فلقوا ان هي بتطلع كائنات ايه فعلا. لو تشوفي مثلا عيش مثلا سايبينه مثلا في حته فتره، هتلاقوه ايه نمت عليها حاجات، صح، الطماطم، البصل، الخيار، اي حاجه هتلاقي ايه فيها عليها حاجه نمت، صح، سواء بقى فطريات، الجي، اي حاجه من الحاجات اللي بتطلع عليها ديت بتبقى حاجه حيه، صح ولا لا؟ لانها بتتكون من خلايا، من حاجه ما هياش حيه لانها الفود ديت ايه ما فيهاش خلايا. اوكي، وبس هي متعفنه معفنه، تمام، فجايه الحاجات ديت منها ايه spontaneously. spontaneously معناها اللي هي من تلقاء ذات نفسها. اوكي، ده معنى كلمه spontaneously. طيب جه
واحد اللي هو ايه اثبت النظريه ديت اللي هي spontaneous generation، اللي هو مين؟ فرانسيسكو ريدي، تمام، سنه 1900 تقريبا، من 26 ل 78. قال لك بقى ريدس اكسبيرمنتس، اللي هي عمليات او تجارب بتاعه ريدس، فيرست تو ديسبروف اللي هو spontaneous generation. قال لك هو بقى ايه، اتكلم على spontaneous generation ديت، وقال لك طيب اوكي انا معاكو في السبونتينيوس جنريشن ديت، هشوفها وكده، بس قالك لا لا انا مش مقتنع بيها. عمل لها ديس بروف، ديس يا بنات يعني لغاها، بروف يعني اثبت، ديس بروف يعني الغاها، او يعني قال لا ان هي مش صح. يعني اكيد عمل التجربة صح ولا لا؟ اكيد عمر فرانسيسكو دوت ما يقول على مثلا السبونتينيوس جنريشن ثيوري ان هي غلط غير لما يعمل تجربة. ايه التجربة اللي انت عملتها يا فرانسيسكو؟ قال انا جبت زي ما انت شايفة بوتلز كده، تمام، واحدة مقفولة كويس وواحدة متغطية بشاش او اللي هو جوز او شاش، وواحدة مفتوحة. لقى ان اللي هي مفتوحة ديت هي ايه اللي هي نمت عليها الكائنات ديت اللي هي الحية ديت، اما اللي هي بنسميها روتينج ميت، اما اللي هم او انما عليها الذباب او اللي هي الكائنات الحية، اما عندي هنا الاتنين دول ايه ما هماش حصل لهم حاجة. بقولك او اكسبيرمنت شوت ذات روتينج ميت كيرفولي كيبت فروم فلايز، ان هي يعني الدبان هنا ما وصلهاش، تمام، لا هنا ولا هنا، اوكي، ويل نوت سبونتينوسلي بروديوس ايه ماجوتس، ان هي مش هتديني اللي هو الديدان اللي هي بتيجي بسبب ايه اللي هو الدبان ده. هو طبعا حتى لو احنا قافلينها وكل حاجة، بس بتتعرض ان هي ايه ليها يعني اكسباير ديت وبتتعفن بقى، مش ان هي بقى بيجي بينمو عليها ديدان، لا بتبقاش عليها ديدان، بتبقى عليها فطريات او ايه طفيليات، تمام. فهنا فرانسيسكو بس اتكلم على موضوع الديدان، ظهور الديدان، اوكي. فممكن يقولك جدا الدكتور مين اللي عمل ديس بروف ليه اللي هو spontaneous generation، لان هو اتكلم فيها الدكتور، تمام. مين اللي عمل هنا ديس بروف ليه اللي هو spontaneous generation عندي، اللي هو مين؟ اللي هو فرانسيسكو، تمام. فرانسيسكو عندي هو اللي قال ان spontaneous generation مش صح. ليه؟ قالك والله انا جبت اهو فلاسكات، واحده مقفوله كويس سيلد كويس جدا، والتانية مقفوله بحته شاش، بحيث ان ما وصلهاش الدبان، لا ان ما نماش عليها ديدان، اما ديت ايه اللي هي اللحمه المتعفنه ديت نما عليها ايه ديدان. يعني قالك طول ما اللحمه المتعفنه ديت بعيده عن الديدان، بعيده عن سوري الدبان، مش هيجي لها ديدان، لكن طول ما هي كده مفتوحه الدبان يدخل على اللحمه ديت هينمو فيها ايه الديدان والكائنات الحيه ديت اللي هي الماجوتس، تمام، ماجوتس اللي هي الديدان، اوكي. ماجوتس هنا يا بنات اهيت يعني ايه الديدان، اوكي. فديت ايه واحد رفض النظريه دي، اوكي، ليه سبنتينيوس جينيريشن، ومين اللي هو فرانسيسكو. عرفنا ايه علاقه سبنتينيوس جينيريشن. سبنتينيوس جينيريشن قالك والله من حاجه متعفنه ما هياش حيه اللي هي الروتينج فود بيطلع لي الليفنج اورجانيزم ايه سبنتينيوسلي. واحد جه قالك لا والله الحاجه اللي دي انا مش موافق عليها. ليه بقى؟ قالك انا جبت اهوت اتنين قفلتهم وعلى لحمه متعفنه ما حصلهاش ما وصلهاش ديدان ولا حاجه، اما ديت وصلها ايه الديدان، تمام. طيب نيجي بقى للعالم اللي بعده اللي هو دكتور اتكلم فيه كتير، تمام، او حاطط سلايدز فيه كتير اقصد، يعني اللي هو بوستر او لويس بوستر، تمام. حتى من اسمه هنعرف ليه اتسمى بوستر، لانه هو اللي اخترع الميثود اللي هو ان الواين والميلك ما يبوظوش، اللي هما الخمره والحليب ما يبوظوش عن طريق عمليه البسترة، اللي هو ايه باسترايزيشن، عشان كده اتسمى لويس باستر، تمام. هنتكلم عنه، اوكي، وهنتكلم على ايه الحاجات اللي عملها الكيميائي ده، لانه كل سنه كان بيعمل يعني تجارب وبيطلع لنا حاجات هنعرفها عفوا، هنعرف اللي هي التجربة العملية اللي عملها، اوكي، وايه الخطوات بتاعتها، اوكي. يبقى بوستر هنتكلم عنه في كام سلايد، يعني زي ما نقول كده ندردش فيهم مع بعض، اوكي، ما تاخدهاش على حمل انك يعني انت تقعدي تحفظي وكده. يعني
عندي هنا زي ما قلنا 1822 1895، ده هو فرنسي، اتولد في الوقت دوت، مايكروبيولوجيست، اتولد في مدينة اسمها دولي. اول من عمل الفاكسين للرابز والانثراكس. الرابز ان شاء الله لما معرفش بصراحة الدكتور لما يتكلم على الفيروس هنتكلم عنهم ولا لأ، بس الرابس دوت اللي هو ده سعار الكلب، اوكي، والانثراكس اللي هي الجمر الخبيثة. اي ثينك ان انا جايبه لكم صورة على الانثراكس. الانثراكس غالبا بتصيب المواشي، اوكي، هي يا بنات هي بتصيب برضو الانسان، بس ايه الاغلب يعني ان هي بتصيب اللي هي المواشي، بيعرفوها من ايه سيمتومز ايه معينة كده، تمام. هي was best known to، هي بتعمل الداء ده او بتعمل المرض ده، يعني هي فيروس بيعمل المرض ده. هي was best known to the general public for inventing method to stop milk and wine from causing sickness, a process that came to be called pasteurization، اللي هي عملية البسترة، اوكي. يبقى هو اخترع موضوع البسترة، طريقة البسترة، وهو عمل لقاح للأنثراكس والرابز، اوكي. عمل ايه تاني؟ سنة 1822 ل 95 عمل طريقة الفرمنتيشن اللي هي التخمر، الباسترايزيشن. ايه طريقة البسترة دي؟ بيعملها ازاي؟ بيقولك ان هو بيسخن الليكويد enough عشان يقتل ايه اللي هو البكتيريا او اللي هو البقايا او اللي هي الحاجات اللي هي بتعملها البكتيريا ايه الديزيزز، تمام، او اللي هي المشاكل اللي بتعملها البكتيريا او التلف اللي بتعمله البكتيريا، اوكي. زي ما قلنا عمل الفاكسين، وعمل ايه طريق اللي هي دي طريقة البسترة والفاكسين اللي احنا قلناهم، والفيرمنتيشن اللي هي التخمر، اوكي، عملية التخمير اللي هي عارفين يا بنات الزبادي، ما هو الزبادي بيجي من التخمير. البسترة اللي انتوا عارفينها، اللي هو اصلا حتى يعني الناس ما بتشتريش حليب مبستر، بيجيبوا الحليب من مكان طبيعي وهم بيغلوا اللبن وما اعرفش ايه ويعملوه كده. بس بصراحة يعني انا مش بشوفه سيف قوي، مع العلم ان هو كانوا زمان صحتهم اقوى من دلوقتي، بحيث ان هم يعني كانوا بيشربوه عادي وما فيش مشاكل. ما بصراحة يعني هي المشكلة في طريقة ايه غليانه يعني، او طريقة عمله، تمام، اوكي. الفاكسين ديفلوبمنت والجيرم ثيوري اوف ديزيز. هو دكتور هنا عرف لك الجيرم ثيوري، قال لك سبيسيفيك مايكروبس كوز سبيسيفيك انفكشن ديزيز، يعني كل مثلا ميكروب عندي بيسبب ايه ديزيز، زي ما لسه قايلين الانثراكس بيسبب ايه اللي هو الباسيلس ايه او سوري الباسيلس انثراكس بيسبب ايه اللي هو مرض الجمرة الخبيثة، تمام، اوكي. عندي سوري يا بنات انا قلت فيروس، سوري بكتيريا، اوكي. عندي اللي هو البروبوز اسيبتك تكنيك او تقنيات التعقيم، عندي بتمنع الميكروبز ايه اللي هي تنمو، تمام. في تقنيات تعقيم بنعملها، اوكي، عشان نمنع نمو البكتيريا او نمو الميكروبز ديت. برضو فرضية افترضها مين عندي؟ اللي هو لويس باستر. يبقى لويس باستر غير الفاكسين والبسترة واللي هو الفيرمنتيشن، عمل ايه اللي هو الجيرم ثيوري؟ قالك والله كل ميكروب بيسبب مرض معين، تمام. وفعلا لما نشوف بقى ان شاء الله الامراض بقى كتيره جدا جدا، مش عارفه التي بي، مش عارفه بيجي من بكتيريا ايه، كل نوع من انواع البكتيريا بيجيب لك مرض، كل نوع من انواع الفنجاي بيجيب لك مرض، وبالذات امراض الجلديه زي ما قلت لكم بتتشابه مع بعضها البعض، فبيضطر ان هم يعملوا كالتشر، تمام. افترض اللي هي تقنيه ايه الاسيبتك اللي هو التعقيم، تمام. Discover forms of life that can exist in the presence of oxygen called aerobes و absence of oxygen called anaerobes. بيقول لي والله عرف ان الحياة بتاعت البكتيريا دي ممكن تبقى في وجود الاكسجين او عدم وجود الاكسجين. مهم جدا جدا المصطلحين دول، لانك انت هتسمعيهم على طول، يعني اللي هم الايروبس، تمام، وعندي اللي هو مين الانايروبس، تمام. الفرق ما بينهم ايه؟ اللي هي الان ديت، اوكي، كلمة ان، اوكي، اللي هي بتعيش من غير الاكسجين، والتانية اللي بتعيش ايه بالاكسجين، تقريبا الهوائيات ولا هوائيات مش عارفة بصراحة معناهم بالعربي ايه، ايروبس وانيروبس، تمام. طيب ايه الآلة اللي استخدمها او الاكسبيرمنت او التجربة اللي عملها؟ استخدم ايه؟ استخدم الجهاز اللي انت شايفاه ده. لو انت بصيتي للعنق بتاعها عامل زي ايه؟ مش عنق الوزة؟
بالظبط. قال لك هنا جاب جهاز معين اسمه سوان نيك دي فلاسك، بيبقى سوان ديت يعني شبه الوزه، الفلاسكايه هي اللي انتوا بتستخدموها في المعمل صح ولا لا، شبهها بس العنق بتاعها شبه الوزه. اوكي آه طيب، وجواها ايه؟ جواها لحمه تمام، وبيعمل لها ايه عمليه هنا؟ غليان. اوكي بيعمل لها عمليه غليان. طيب ليش معنى شكل الوزة ده؟ يعني قالك ده بيسمح ان الهواء يدخل ويخرج تمام، فدي طبعا تعتبر قوة حيوية، بس برضو بيسمح ان الدست عندي او التراب ممكن يتحشر او يتبقى هنا او يفضل هنا او يتراكم هنا في الحتة دي. اوكي طيب ماشي وطبعا الدست دوت او التراب ده بيحتوي على ميكروبس. اذا ليه عمل شكل الوزة ديت او اختار شكل الوزة دي ليه؟ علشان يثبت للناس ان هو والله عملية اللي هي اللحمة دي اللي هو بيغليها ديت اللي بيعمل لها بويلد تمام، ان هي خالية ما فيهاش اي ميكروبس، بس بسبب شوية الدست دول هنشوف دلوقتي التجربة بتتعمل ازاي. الدست ديت اللي هي بتحتوي على الميكروبس هنا تمام، هي اللي هتخليها فيها ميكروبس تمام. يبقى هنا عندي الشيب ده هو اللي بيسمح للاير ان هي تدخل وتخرج ايه من المكان ده تمام، اسمها سوان نيكد فلاسك، سوان نيكد فلاسك اللي هي رقبتها عامله شبه الوزه، الفلاسكايه عامله ايه رقبتها شبه الوزه تمام. طيب انا عندي دي التجربه الاكسبيرمنت، تعال نشوفها مع بعض. الاكسبيرمنت عندي اهو دوت انفيوجن ان هيت، والستيم اللي هو البخار طالع من الفلاسكايه تمام، بعد كده وقفوا الانفيوجن والهواء ايه دخل. اوكي الهواء طبعا محمل بالتراب، في شويه تراب جم هنا لسه ما فيش اي ميكروبز، ولا هنا في اي ميكروبز لسه. اوكي برضو هنا ما فيش اي ميكروبز. طيب ايه اللي حصل؟ راح نيم اللي هي الفلاسكاية دي بحيث ايه ان حصل كونتامينيشن بالدست ديت او بشوية التراب اللي موجودين هنا. ايه اللي حصل بقى؟ بقى في ظهر ميكروبز. يبقى هنا اثبت لينا اللي هو عمو باستر او لويس باستر ان اللي هو الميكروبس ما جاتش الا لما عملنا ايه الفلاسكايه، يعني نيمناها تمام، عملنا لها حاجه اسمها تايلتد، يعني تايلتد يعني ايه ميلناها، لكن طول ما هي ابرايت طول ما هي واقفه كده مع نفسها ايه ما فيهاش ما ظهرش فيها اي نوع من انواع الميكروبس، ما ظهرش امتى غير لما احنا ميلناها كده. اوكي ظهر بقى كلاودي وبكتيريا وحاجات كتير. اوكي دوت باستر بس عايز يثبت للناس ان والله طول ما في انفيوجن وفي حرارة تمام ان ايه الحاجة هتبقى استرايل، لكن الدست المحمل بالميكروبز ده لو وصل للمكان ده اللي هيحصل له كونتامينيشن، او يعني ايه كونتامينيشن؟ يعني هيتلوث تمام، هيتلوث بيه اللي هو الميكروبز الموجودة فيها. اوكي يبقى احنا هنا اتكلمنا على كام عالم؟ روبرت هوك و أنتون فان و فرانسيسكو و لويس تمام. طيب وعرفنا هنا لويس ايه الحاجات اللي هي طبعا يعتبر من البايونيرز من الرواد، هو طبعا اللي قبل كده ده يعتبر هيستوري، يعني ما ضافوش يعني حاجة جامدة، لأن ده ضاف عملية الفرمنتيشن والبس واللي هي البسترة والمصل وعرف ان كل مرض بيجي من جرم معين، والاسبتيك تكنيك اللي هي تقنيات التعقيم، يعني دخل علم جديد جدا تمام. عرف ان في حاجات ايروبس وانيروب، حاجات بتعيش في الهواء في الاكسجين، وفي حاجات بتعيش في الاكسجين، وكانت تجربته دي طبعا هي دليل او ابروف لكلامه تمام، عشان كده هو اللي عمل ايه عملية الفيرمنتيشن والبسترة على اساسها تمام. نيجي بعد كده للعالم اللي هو الأخير عندي اللي هو روبرت كوك، ده ألماني سنة 43 لـ10، عمل إيه بقى؟ عمل significant contribution to germ theory، يعني طورها. أوكي develop method fixing staining photographing bacteria، صور البكتيريا وعمل لها صبغة وثبتها تمام. develop method for culturing bacteria on solid media، ان هي نمى البكتيريا ديت على سوليد ميديا. سوليد ميديا عارفين ايه يا بنات؟ يعني اللي هو الاجار يعني مش ووتر يعني. اوكي discovered the bacterium، اكتشف كم نوع من انواع البكتيريا اللي هي المايكوبكتيريا
والايه الفيبرو كوليرا. طبعا واضح جدا فيبرو كوليرا اللي هي بتسبب مرض الكوليرا، والمايكوبكتيريوم تيوبركلوزس اللي هو بتسبب تيو ايه التي بي اللي هو مرض السل تيوبركلوزس. يبقى هو اكتشف نوعين البكتيريا دول اللي هو المايكوبكتيريوم اللي بيسبب لي دوت اللي هو الجيرم ثيوري اللي احنا بنتكلم عنه. هو عمل له تطوير بقى، هو اكتشف ايه ان البكتيريا دي بتسبب المرض الفلاني اللي هو البكتيريوم اسمه مايكوبكتيريوم تيوبركلوزس، بتسبب لي مرض اسمه ايه التي بي تمام، وعندي اللي هو الفيبرو كوليرا بيسبب لي عندي مرض ايه اللي هو الكوليرا تمام. طيب ايه بقى البستيولز او سوري البستيولاتس او اللي هي فرضياته او عمل ايه معانا هنا؟ جاب فار تمام تعبان اوكي او ميت، جاب منه مايكرو اورجانيزمس عايشة فيه تمام. طبعا هنا عمل لها كولونيا او اللي هو عمل لها كالتشر وشافها تحت الميكروسكوب تمام، حطها في فار ايه هيلسي سليم. طبعا الفئران ديت هي هتاخد ذنبنا على فكرة، هي والضفادع يعني الواحد بياخد ذنبهم دلوقتي في حياته. الفار السليم دوت ايه اللي حصل له يا عيني؟ تعب تمام، تعب بسبب ايه المايكرو اورجانيزمز اللي فيه اوكي. شافها لقاها ان هي برضو لقاها ان هي باثوجينيك تمام. طبعا المايكرو اورجانيزم، عايزه اقول لكم حاجه، المايكرو اورجانيزم اللي هو في الحيوان الميت ده المفروض ان هي بتنمو عليه او موجوده فيه خلاص. لقاها ان هو لما حطها في فار سليم ان هي عيته تمام، بقت عندي هنا باثوجينيك، بقت ممرضه اوكي. وشافها برضو تحت ايه اللي هو الميكروسكوب تمام. طبعا هنا اكيد هيلاقيها هي نفس المايكرو اورجانيزم هنا، بس بقت ايه باثوجينيك، بقت ممرضه ليه اللي هو الحيوان السليم ده. جاب لك هنا الدكتور الفرضيات او اللي هي الخطوات اللي عملها بالتولز بالادوات، مره الستيننج مره الكالشر مره الحيوانات، يعني ايه عملها على هيئه ستيبس. ده عندي الديزيز انيمال تمام، ودوت عندي الهيلسي انيمال. مفروض عندي اول حاجه ان هو يشوف ايه اللي هي الباثوجينيك اورجانيزم. انا عندي هنا طبعا في باثوجينيك اورجانيزم اهو، اما هنا مفيش absent اوكي. طبعا هو الدكتور ما شرحش كل ده، قاله بس بسرعه كده يعني. اللابوراتوري كالشر هنا قال لك ايه ان هو زرعها في اللي هو نوع من انواع عندي الاجار اسمه ستريك اجار. انا لو انتوا حابين يعني طبعا دي حاجه ترجع لكم، ان كنتوا تشوفوا طريقه الستريك اجار دي حاجه ترجع لكم اوكي. انا بعته لكم هنا علشان تعرفوا ازاي بيتعمل اللي هو ايه الستريك ايه اجار. بس هي مش مطلوبة منكم يعني، بس اللي حابب يعني يعرف انواع الاجار، لانك ان شاء الله تاخدوا الشوكليت والبلاد اجار والستريك اجار تمام. هنا مفيش اي مايكرو اورجانيزم ايه نام عليها. معلش يا بنات بس لو ايه تحسوا صوتي راح، معلش لان والله طول النهار بشرح يعني، بس لو في اي سؤال ما عندكم اسألوا. بعد كده عمل ايه؟ راح قال لك والله اخد اللي هو الباثوجين ده وحطها في اللي هو الهيلسي انيمال ده. ايه اللي حصل له؟ تعب تمام، تعب ايه اللي هو الهيلسي ده. راح يشوفها بقى تحت الميكروسكوب، لقاها ان هو مين؟ نفس اللي هو اللي شافه قبل كده اوكي. وبرده نفسه ايه لما حطه على الاجار اوكي. اهو suspected organism should be grown in culture، انما حط اللي هو الاورجانيزم على الاثنين كالشر دول. كالشر ده يا بنات اللي هو المزرعه، ما هو انا علشان اشوف حاجه بوضوح تمام، هو حاجه موجوده مثلا كميتها ايه بتبقى واحده او اتنين، انا عشان اشوفها واضحه بروح حطها في ايه في اللي هو المزرعه ديت عشان ايه تنمو وتكتر واشوفها بعيني بقى تحت الميكروسكوب. طبعا هو الدكتور هنا حتى قال كال لايت ولا اللي هو مايكرو. طبعا طبعا مايكرو ايه مايكروسكوب، طبعا مش لايت مايكروسكوب، مش لايت ميكروسكوب لا تمام، اللي هو الالكترونيك سوري الميكروسكوب يا بنات مش اللي هو اللايت اوكي. لان هو قال الكترونيك ولا لايت، طبعا اكيد طبعا الالكترونيك، اللايت مش هيوضح الحاجات دي. فهو هنا حطها في الديزيزز، فطبعا الانيمال هنا بقى ديزيز اوكي. فانا عندي هنا ده طبعا ايه ده الانيمال اللي كان كويس اهو، ده حصل له ان هنا ايه اتمرض يا عيني. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ عايزين يشوفوا بقى الاورجانيزم دوت، فصلوه عايزين يشوفوه هل هو نفسه ولا لا. طلع ان هو نفسه، بس بقى باثوجينيك بقى ممرض
تمام، هو ممكن كان نامي بس في الحيوان دوت عادي، في الحيوان الميت او الديزيز عادي، بس لما حطيناه في الحيوان السليم سبب له مرض، اوكي، امرضه، عمل له باثوجينيك. وبرده نفس ايه، اداني نفس الكالتشر فين لما احنا حطيناه على ستريك اجار، اوكي. ده كوك باستيوليتس. ديت يبقى لو انت عايزه تعرفي الفرضيات ديت، مش عايزه تعرفيها برضو هترجع، بس المهم تفهميها، مش لازم تكتبي نفس الكلام بالظبط، بس انت مهم فهمت الايديا، اوكي. حيوان ميت، حيوان تعبان، شفنا تحت الميكروسكوب زرعناه، شفنا المايكرو اورجانيزم بينمو تحت اللي هو الاجار دوت، شفناه تحت الميكروسكوب، اه والله تمام. حقناه في واحد سليم دوت، ايه نظريه كوتش، اوكي، او كوك، تمام، ريبورت كوك. قال لك والله لقاه ان هو لما حقنه هنا نفس الميكروبس بس بقى باثوجينيك، ممرض، ونفسه تحت شكله ايه، تحت الميكروسكوب، اوكي. يبقى كده كل النظريات اللي هم العلماء اتقالت، ده كل ده جزء نظري، كل اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده جزء نظري، يعني بدايات ايه، المايكرو ايه، بيولوجي، اللي هو ايه، تاني نقولهم بقى بسرعة عشان قبل ما ندخل بقى في بداية الجزء المهم المفروض، اللي هو تعريف المايكروبيولوجي، الاورجانيزمز عندي والعلوم بتاعتي، اهمية المايكرو اورجانيزم، وعندي البرانشز والسايز بتاع الميكروبس، وعندي ايه اللي بيجي في بالنا من ناحيه الميكروبز، وايه معلوماتك عن يعني ايه كلمه باثوجين، يعني ايه نون باثوجين، باثوجين يعني ممرض، نون باثوجين يعني مش ممرض، اوبورتيونستك يعني انتهازي، تمام، نورمال فيلورا دي موجوده في جسمنا طبيعي، طب طول ما احنا صحتنا كويسه، تمام، موجوده في حتت كتير جدا في جسمنا. الهيستوري عندي بقى من اول روبرت هوك، بعد كده انتون، وبعد كده نظريه سبونتينيوس جينيريشن، ومين اللي عمل لها ديسبروف، اللي هو مين، فرانسيسكو ولويس بيستر. قلنا مهم جدا جدا تعرفي نظريته والطريقه اللي هي التجربه بتاعته، تمام. حتى الدكتور كاتب الخطوات بتاعتها تحت، وكوتش اي ابريتس، سوري، بوستيوليتس. بعد كده هنبدأ بقى في المايكرو اورجانيزم. والله انا عندي المايكرو اورجانيزم اللي انتي قاعده تتكلمي عنها كتير ديت، انا ممكن اقسمها حاجتين، سيلولار يعني ايه ما فيهاش خليه، او سيلولار فيها خليه. طيب ايه اللي هيفرق الخليتين دول عن بعض؟ النواه، واحده من غير نواه اللي هي البروكاريوتيك اللي هي البدائيه، الايوكاريوتيك اللي هي ايه، حقيقيه النواه. طيب ايه الاسيلولار اللي ما عندهاش خليه، اللي هي مين عندي؟ الفيروس. الفيروس عندي يعني مقرف جدا، طول ما هو بره ميت، اول ما بيدخل جسم الانسان بيستغل الدي ان ايه بتاعه والبروتين بتاعه، ويقعد يكون نفسه لغايه لما يكون ايه، شكل جوه او اشكال جوه ايه، الليفينج اللي هو الانسان، ويتكاثر جوه، اوكي. هنا زي ما قلنا ما فيهاش ايه، خليه، ما فيهاش نواه، وهنا فيها نواه، اوكي، زي البكتيريا والاركيا، ودي زي الالجي والبروتوزوا والفنجاي والبلانت والانيمال والهيومن، اوكي. تعالى نقرا بقى الكلام، وطبعا المقارنه المهمه جدا جدا، واعتقد هي اهم حاجه في الموضوع كله، اللي هي المقارنه بين البروكاريوتيك واليوكاريوتيك، هنشوفها في الصور وهنشوفها في المقارنه بالجدول، اوكي. ده برضو عاملاها لكم هنا بعد ما تخلصوا ان شاء الله، تشوف اهوت التعريف، تشوفي التعريف اللي عندك، اللي هي النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها، تمام. بعد كده ايه، هتشوف بقى الكلاسيفيكيشن بتاعت المايكرو اورجانيزم ديت، دي يعتبر جزء مهم جدا واهم حاجة تعتبر في اللي هو المايكرو ايه، بيولوجي، اوكي. عندي هنا الايوكاريوت، اختصارها اليو زي ما قلنا ترو اور جود سيلز هاف نيوكليوس، تمام، هاف ترو نيوكليوس ميني ميمبرين باوند اورجانيلز. هنلاقي في اغشيه كتيره حول الاورجانيلز لما نيجي حتى نقارنها، هنا مش عارفه حوالين غشاء وهنا غشاء، زي ما اخدناها فين في الهيستولوجي، تمام. عندي هنا بقى البروكاريوتيك دوت بيفور، اللي هي بدائيه النواه، خلايا من غير انويه، ما عندهاش ممبرين حوالين الاورجانيلز، اللي هي مش عارفه حوالين الميتوكوندريا، لا حوالين الخليه، لا حوالين السيتوبلازم، لا حوالين النواه، كل ده ما عندهاش ايه، الاغشيه ديت. بتبقى بسيطه جدا، دي طبعا بتبقى كومبلكس، تبقى معقده، اما دي بتبقى ليس كومبلكس، ما بتبقاش معقده، شوف الشكل حتى ده البروكاريوتيك اهو، طبعا دي ما بتبقاش معقده خالص، دي شكلها معقد، مش عارفه انويه وكروموزومات وسيل ممبرين وسيل وول ونيوكلياس ونيوكلياس ممبرين، تمام، وغير الاورجانيلز دي فاكرينها اللي هي الجولجي ابريتس، واللي هي الاندوبلازم كريتيكولام، تمام، وانواعها زي مين عندي، البكتيريا والاركيا.
طب الاسيلولار دوت ملهاش خلية. يعني يا بنات يعني من غير خلية، اوكي. اسيلولار يعني بدون خلية، اوكي. برو يعني زي ما قلنا بدائية النواة، يعني ما فيهاش نواة. يو يعني حقيقية ايه النواة. لازم تكوني عارفة اللي هي بنات البريفكس والسافكس، زي الأورجانيك كده. البريفكس دوت بداية الكلمة، والسافكس نهاية ايه الكلمة، تمام. بيقول لي عندي هنا زي ار كومبوزد اوف فيو جينز بروتكتد باي بروتين كود، بيبقى عندي بيكون جواه جينات. هنشوف دلوقتي شكل الفيروس، هنشوف اشكالهم كلهم. انا ممكن اوريه لكم كلهم دلوقتي. نبدأ بمين اول حاجة؟ ده شكل الأراكيا، تمام. ده شكل الألجي الطحالب. ده شكل البروتوزوا. ده شكل الفانجاي فطريات. ده الفيروس. شوفوا في دي ان ايه جواه، على فكرة في جواه دي ان ايه، وفي هيد وفي كل حاجة، بس هو ايه ميت. اول ما بيدخل جسم الانسان بيبدأ ايه بقى يعيش في جوه جسم الانسان، اوكي. دوت شكل 3D بتاعه، وده شكل ايه اللي هو 2D بتاعه. لو ايه ده بيحتوي على دي ان ايه وبروتين. طول ما هو بره جسم الانسان ميت، تمام، ما يعتبرش ليه خلية. هو مفيش بس غير دي ان ايه وبروتين بس، هو فيه الحمض النووي اللي فيه. وغالبا بيكون RNA، اوكي. بعد كده بيدخل عندي الجسم، وبيتعايش فين؟ جوه الانسان، وبيتكاثر جوه الانسان. بيستخدم بقى البروتين بتاعه. ان شاء الله لما نيجي للفيروس هنعرف ازاي دورة حياته باذن الله. يعني طبعا زي ما قلت لكم انا مش عارفة الكونتنت بتاعكم، لان انا كنت شرحت الكيموثيرابي، وقبل كده زمان برضو المايكرو اخدته تقريبا ترم من الاطرام، لما تقريبا كنت في القصيم، طبعا انا مش فاكره. المهم يعني، فكان الموضوع كان كومبليكيتد، ما اعرفش الدكتور هيكون برضو بنفس الموضوع او لا. دوت عندي هنا ده شكل البروكاريوتيك واليوكاريوتيك. عندي هنا ده شكل البكتيريا، وده الانيمال، وده البلانت سيل، اوكي. الانيمال سيل على فكره يا بنات احنا نتضمن تحتها اللي هو الهيومن، اوكي. طب نيجي الفرق بقى ما بين اليوكاريوتيك والبروكاريوتيك، اوكي. الفروقات بقى لازم تكوني عارفاها جدا جدا جدا. يعني الدكتور زي ما قلت لكم نط كده بسرعه اللي هم الهيستوري، او قال كل واحد فيها كام كلمه كده، ويتكلم في اليوكاريوتيك والبروكاريوتيك. فده يعتبر يعني ان شاء الله بنسبه كبيره جدا هيجي عفوا هيجي بنسبه كبيره في الاختبار اللي هو البروكاريوتيك واليوكاريوتيك. طبعا ده كل الانيمالز والبروتوزوا، ده كل البكتيريا دوت ايه الكلاسز. يعني لو قلنا البكتيريا هي ضمن ايه البروكاريوتيك اللي هي بدائيه النواه، الانيمالز اللي هو اليوكاريوتيك. هنا موجوده النواه، هنا مش موجوده طبعا. هل هنا يوجد؟ اكيد طبعا، يعني اكيد هنا في نيوكلير ميمبرين اللي هو الغشاء النووي، صح ولا لا؟ اكيد في غشاء حوالين النواه، لكن هنا اصلا ما فيش نواه، يبقى اكيد هيكون في غشاء ازاي، اوكي. طيب عندي هنا نوع الخلية مالتي سيلولر، وهنا يوني سيلولر. مالتي سيلولر ويوني سيلولر يا بنات هوريها لكم عشان تكوني عارفينها برضو. مالتي سيلولر يعني بتكون لي الخلايا العصبية، بتكون لي خلايا الدم، بتكون لي السموث ماسل، تمام. دي اسمها مالتي سيلولر. لكن يوني سيلولر يعني مفيش غير ايه خلية واحدة، تمام. فهمنا يعني ايه كلمة مالتي سيلولر اورجانيزم؟ فهنا يعتبر ديت مالتي سيلولر، اما ديت تعتبر يوني سيلولر. عشان كده جسم الانسان فيه اعضاء كتيره، تمام، فيه وكل عضو فيه انواع من الخلايا غير الخلايا، والا ما كناش درسنا الهيستولوجي ولا الاناتومي، صح ولا لا؟ عرفنا كل عضو موجود، مش عارفه في السموث ماسل شكلها عامله ازاي، فاكرين طبعا يعني. طيب السيل وول، عندي السيل وول هنا بيبقى مش موجود في الايوكاريوتيك، اما هنا بيبقى موجود اللي هو السيل وول ده يا بنات اللي هو الغشاء الخليه، تمام. اهو بيبقى هنا السيل وول ده موجود، اما هنا بيبقى فيش سيل وول. في فرق بين السيل ممبرين والسيل وول. السيل وول ده اللي بيبقى بره، والسيل ممبرين اللي بيبقى جوه، اوكي، عشان بس ما نلخبطش. اللي هو الجدار الخلوي، والتانيه ايه اسمه ايه الغشاء الخلوي، اوكي. فالجدار الخلوي مش موجود في الخلايا الحقيقية النواة اللي هو احنا، يعني مش موجود عندنا، اوكي. ديت الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة عندنا. طيب الأغشية زي ما قلنا حوالين الحاجات التانية غير النيوكليوس، زي مثلا الاندوبلازميك، مش عارفة الحاجات التانية، يعني قالك هنا مش موجودة زي ما قلنا، تمام، لا حوالين جولجا ابريتس ولا الاندوبلازميك ولا الحاجات التانية عموما مش موجودة، اوكي. زيها زي أغشية النواة مش موجودة برضو. الكروموزومز عندي هنا بتتكون من ايه؟ من الدي ان ايه في حالة البروكاريوتيك، لأنها
بسيطة ما هيش كومبلكس. اما هنا بيتكون عندي من ايه؟ من الدي ان ايه والبروتين، لانه كومبلكس زي ما قلنا هنا اليوكاريوتك بيبقى شكله معقد. طيب هنا بيتكاثر عن طريق ايه؟ اللي هنا الانقسام الميتوزي وهنا البينري فيجن. باذن الله باذن الله لما تدرسوا الجينوميك، تمام، اما تيجوا بقى ناحية الجينوميك، لما برضو اكيد اكيد الدكتور هيتعرض لها اعتقد يعني بنسبة كبيرة، فهنتكلم على انقسام الميتوزي والميوزي والبينري فيجن. احنا يمكن اخدنا فكرة عنهم في الهيستولوجي يعني، بس عموما ده اسمه الانشطار اللي هو الثنائي، تمام. وهنا عندي اللي هو انقسام ايه؟ الفتيلي، تمام، اللي هو الميتوزس. لو نفتكر كان دوت ايه؟ بيكون نفس العدد من الدي ان ايه بس متقسم ايه على اتنين، نفسه بالظبط بس اتنين. وهنا دوت انقسام كلي، تمام، ثنائي، تمام، بكل المحتويات ايه تنقسم ايه؟ اتنين، تمام. طبعا هنا الميكانيزم او الطرق مختلفة. انا عشان بس ما اطولش عليكم في الريكورد دوت، المفروض اللي هي الجزئية الديمو، تمام. جزئية الديمو زي ما انت شايفة بسيطة جدا يعني، ان شاء الله مش هتحتاجي انك انت تسمعيها تاني في وقت الفاينل، اوكي. اتمنى تكون بسيطة، زي ما قلت انا بعيد وازيد علشان البنات اللي معايا كلهم انا مش ضامنة استيعابهم. والله لو كنت قدامي انا اوكي اوريدي، كان هيبان من الاي كونتاكت. زي ما قلت هنا الفروقات يعني يعتبر حاجة مهمة. المهم من هنا يعني اللي هو الايوكاريوتيك والبروكاريوتيك، تمام، ده مهم جدا المقارنة ديت اعتقد يعني. تفهمي كل واحد يعني من كل العلماء دول، تفهمي الكلام اللي تحته، اوكي. زي ما انت شايفة كده انا ترجمت وانا بتكلم، افهمي كل واحد ايه النظريات اللي قالها، ايه الاكسبيرمنت اللي عملها، تمام، ايه الفرضيات اللي قالها، اعرفي ايه السايز بتاعت الميكروبز ممكن تيجي، تمام. ويا ريت بس تستفسري على الدكتور على اللي هو ديت، تمام، زي ما قلناها. ايه تاني؟ طبعا الحاجات التانية سهلة بقى، البرانشز مش عارفة، الامبورتانس، كل ده سهلين، تعريف مش صعب يعني. بس عشان كده يعني حاولت اعمل مقدمة زي كل ما بعمل في كل ديمو، اعرفكم عن نفسي. زي ما قلت انا دكتورة امال، زي ما قلت قبل كده في الاناتيكال والاورجانيك، دكتورة صيدلانية بدي كورسز من سنة 2011، تمام، ده بالنسبة لجامعة القصيم، اوكي. بدأت ادي اونلاين فترة يعني يمكن من سنة 2013 او 14. معايا جامعات تانية غير جامعة القصيم، بس طبعا عشان انا عشت في جامعة القصيم فترة كبيرة وتقريبا بس اديت ترم او ترمين وسافرت يعني. فأتمنى ان شاء الله تكونوا يعني الترم ده بسيط وسهل، وانا مش هبعت شرح عشان بس تعرفوا ان هو التأخير مش مني، بيكون منكم. لو في جروب فعلا، تمام، كلموني انا عشان بس افهمكم حاجة، انا بيكلمني ارقام كتيرة يوميا، مستحيل احتفظ بكل الارقام ديت، فمحدش يزعل لما اقوله انت مين، لان انا بشيل الرقم، تمام. يعني انا بيكلمني كل يوم مثلا مينيمم 5 او 6 ارقام، ماكسيمم مثلا 10 12 رقم، فهل هحتفظ بيهم كلهم؟ يبقى موبايلي مش هعرف مين اللي معايا ومين مش معايا، صح ولا لا؟ فده طبيعي، فانا بشيل الارقام، بسجل بس البنات اللي يقولوا اوكي يا دكتوره احنا معاكي. انا مش ببعت شرح لا جزئيه ميد 2 ولا فاينل غير لما اكلمك انتي، تمام. يعني انا مش بفرض نفسي عليكي ولا بفرض الشرح عليكي، استحاله يعني، اوكي. يعني لا ده اسلوبي ولا ده تعاملي مع البنات يعني السنين اللي فاتت دي كلها. فان شاء الله يعني لو في جروب كلموني علشان ما تقولوش ان التاخير مني. انا اوريدي جالي الموضوع ده بقاله يمكن 4 ايام او 4 ايام تقريبا. السلايدز مع الريكورد كان وصل لي بدري، بس السلايدز هي اللي اتاخرت فشرحته. اتمنى لو في جروب، لان في كلام بنات كتير كلموني، انا معرفش طبعا، انا هبعتها للجروبز اللي هم الاناتيكال والاورجانيك اللي مكلموني والارقام اللي كلمتني قريب. اما الارقام اللي كلمتني قبل كده انا مش عارفه اوصل لها، فممكن تبعتوا التجريبي ده لكل البنات زمايلكم. وطبعا التجريبي بيبقى خلاص الريكوردات للبنات اللي معايا بس، تمام، عشان بس تكونوا عارفين انا مش هكون على اليوتيوب، هتبقى على مواقع زي الميديا فاير واللي هو الجوجل درايف. الاتنين دول انا هرفع لك عليهم الفيديوز او الريكورد، تمام، وبتنزليهم. في احيانا بيكونوا مضغوطين بتفك الضغط ببرنامج اسمه الوين رير، انا بضغطه بس علشان تكوني عارفة علشان يصغر حجمه يعني، اوكي، عشان يبقى سهل عليا في الابلودنج وانت سهل عليكي في الداونلودنج. ده شكل الوين رير يا بنات، اوكي. وانت تقدري تشغليه بعد كده ببرنامج زي الفي ال سي، اي برنامج عندك تشغيل صوتيات وفيديو عادي يعني، اي برنامج،
اوكي، لان في بنات بيكون عندهم مشاكل انا طبعا بحاول احلها معاهم، لو ما عرفتش بيكون ايه زمايلهم اللي معايا قبل كده ان شاء الله يقدروا يساعدوهم. يعني اهم حاجه بالنسبه لي من كل ده انك انت تكون الجزئيه واضحه، الاسلوب الاونلاين مناسب ليكي، ما تشتركيش في اي ماده وانت شايفه نفسك انك انت فاهماها. اوكي، يعني بعد كده تقولي لي مثلا لا انا كنت فاهماها مثلا بس انا عايزه مثلا اجيب فيها، هي تفرق من واحده لواحده. اوكي، انت تقدري تحددي اولوياتك، بس المهم ما تبقيش زي زميلتك اخذت الماده الفلانيه دي معايا تاخدي معايا. اوكي، انت ليكي شخصيتك، ليكي حياتك، اعرفي تحددي انت محتاجه ايه. يعني مش تقولي البنات هم شفتي هم مثلا ماشيين معايا في الاورجانيك، والبنات اللي بتيجي معايا ماشيين معايا في المايكرو تيجي معايا المايكرو. يعني انا بتكلم بمنتهى الوضوح، حتى انا رفضت والله الفسيولوجي لان انا شايفه ان في بنات بتقول شرح الدكتور كويس، فانا استغربت ان في بنات تقول لي لا احنا عايزينها معاكي. يعني عموما انا مش هزعل حد، تمام، انا مش من طبعي لا ازعل حد ولا اجرح حد بكلمه، يعني والله بجد المواد انا بصراحه باخدها قدر استطاعتي، مش هاخد اكتر من استطاعتي. فلو فعلا محتاجين اي ماده يا ريت تكلموني اول الترم. اهو شوف انا كلامي واضح، لان نص الترم والله والله ما بقدر حتى اتنفس معنى الكلمه، ولما باخد حاجه زي الترم اللي فات بيكون على اعصابي وضغطي وكل حاجه، يعني بتضرب فيا فعلا. فاتمنى بس تراعوا النقطه دي يا بنات. اوكي، ربنا يوفقكم ويسهل لكم كل امر عسير، واتمنى ان شاء الله ان شاء الله تكونوا يعني الترم ده مبسوطين، يعني ما تكونوش تنشن، تمام، حاولي تستفيدي بكل كلمه تطلعي من بالذات هي الليفلز الاولانيه دي تستفيدي منها بكل كلمه وكل حرف، تمام، علشان هتفيدك بعدين. زي ما انت شايفه في كل ماده بقول لكم ايه المواد، عشان انا شايفه النظره البعيده، يعني كل ماده هتاخديها دلوقتي بيز لايه الماده تانية. فانتي حاولي انك انت تنمي فيها نفسك، تقري ريفرنس، تقري مراجع، تحاولي انك انت تزودي النولج منت بتاعتك، ما تبقيش تاخدي بس المعلومات كده وخلاص. يعني انا ممكن ازود المعلومات بس هياخد مني وقت ريكورد كبير جدا، انا يعتبر الشرح بس ساعة، الكلام نص ساعة. بحاول افهمك طبيعة الشرح، بحاول افهمك انك انت لازم يعني جزئية الديمو ديت هي بتبين لي يعني او بعمل لي البنوتة بيزيس كده بالنسبة صح لزمايلكم الولاد، لان في بنوتة كام بنت كلمتني في الموضوع ده. زمايلكم الولاد زي ما قلت لو في شخصيات محترمة بولاد محترمين اسلوب وتعامل راقي، يعرفوا ان في تعامل ما بين دكتور وطالب، انا ما عنديش مشكلة، تمام، لكن تعامل هزار او اسلوب سيء او تهرب مادي او كلام اللي هو ما ينفعش اصلا، او اللي هو يسرقوا ريكورداتي او الحاجات اللي هي لا تنفع باخلاق دكتور ولا اي حاجة، لا بلاش خالص. يعني انا مش مستغنية او انا مش عايزاهم خالص يعني معايا زي قبل كده، زي المواد اللي قبل كده الحمد لله انا يعني مش محتاجاهم فعلا. يعني انا بقول الكلمة دي وفعلا لما باخد مادة انا بكون علشان البنات محتاجينها. فاتمنى ان كنتم ما يعني ايه ما تكون يعني تكونوا قد الامانة ديت، وان كنتوا تحافظوا عليها، لان ديت للبنات اللي معايا بس اللي بعد كده. اوكي يا بنات، لازم يعني نراعي ربنا في حاجة زي كده، لان والله ربنا اللي عالم بتعب قد ايه كل ترم يعني، وايه اللي بيحصل لي كل ترم. فيا رب يوفقكم ويسهل لكم كل امر عسير، واي حاجه انت محتاجاها ريفرنس معلومات اي حاجه زي ما قلت حاولي تطوري من نفسك، حاولي تكوني احسن. انا مش بقول كلام كده وخلاص، انت ممكن ان شاء الله لما تدخلي في مجال حلوه حباه تتخصصي مثلا في الفارما، تتخصصي في المايكرو، تتخصصي في الميديسنال، تتخصصي في الاناليتيكال، اي حاجه انت حباها يعني ايه هتحمدي ربنا انك انت قبل كده كنت عارفه المعلومات ديت وان حد حفزك للحاجات ديت. احنا ما كانش حد بيقول لنا، لكن انا دلوقتي بقول لك حاولي انك انت تفتحي كتب، حاولي انك انت تفتحي ريفرنس، حاولي انك انت تبحثي عن كل كلمه، ما تاخدوش الكلام كوبي وبيست كده. يعني في احيان دكاتره احيان بيكون في ميستيكس، تمام، زي ما انت بتشوفي شفتي الترم اللي فات والترم ده، فطبيعي انك تتناقشي تقولي طب ده مش غلط، زي ما كان في بنات بتعمل معايا، طب يا دكتوره ده مش حاجه كده، طب ايه رايك لو شفنا كذا كده، حاولي يكون في نقاش ما بيننا. اتمنى اسمع درجات كويسه، اتمنى ان شاء الله A و A بلس و B و B بلس، انا بحب الدرجات دي قوي. يعني مش معنى كده ان الدي والدي بلس مش وحشه وحشه يعني، بس انا بحب الدرجات التانية دي قوي. يعني ربنا يوفقكم ويسهل كل امر عسير، ويسهل يا رب ان شاء الله الترم ده وتفرحوا اهاليكم باذن الله. بالتوفيق يا بنات.